بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تعالى ولا ليال جيكا ما لنقى بيسأو تاريخ ذن أتى نبلد القعد أفر يرقد سنة كن قوي أفر بغل أفرتيكو إن وينك أجن تا لواتي شنت بالليل حد لما كن إلا واتن جيك وين رقد مقال البيضاء قر أهم وين في دين مساجد في عربتا جيك وين كلون كان إياه إني أنا فرنا مساجد في عربتا أو بيضاء قديم كهاي إخواني مسجد كان بيضاء عربتا اللي انكساو ومسجد قديم مساجد مقالين قديم صناعية مساجد كاسي ويبا تقريبا جري ركورنا عمري شيء تمس هجري بقول سنين كدوية مساجد كاس مرحلة بلغها مرة مساجد ما عرفتها جيكا اسم اللي انك دمبويتي او انك دمبويتي انك هير سرحايتي يلا نسي اسم الان قد اهان رهن بيت او يا انك هين إلهي شو تلا سارة لين وإسك دينا إني إيو مساجد كا ما دام مساجد هرهاي إني مساجد كي نوليان مساجد دا عالم كا أوكلا كل مدن كان رنتي تي إذا هيتي والك قولي سدي إن اسم الله مدل لما سنة إبر تقريبا هذا رأيت اسم الله مساجد كا مساجد كا أوكلا لكي والها بلاوي الحمد لله جيكا مسجد كا قيمتم هو سنة فدينا لما يا لما تبغى نقريته منارد إلى إيو كنتم متر درر شيء يوم سعيك الإنسوبي مكتبة أو مسعيد هو إلى يا إن هنتي إن عالمية إن دلالة مين قال لي مسعيد كان مسعيد عبر شيء إلى إيو إن صدق إيه صدق كده ويو مرك درر يبلع ونقرنا أيها الإخوة جيك فرحدو ويبا أن كل مسلمان جيك هدي إلى هيرة مسعيد كاس جهدي كاس لها قلي حوله حب مسكح عقله والبلين اللي هرنا يجيك ويجيار إن إنه نفرنا إنه إلهي كما هذا يانا ما هذا لهم كوب كرنا ولا ليال إن شاء الله تعالى ويبا إسكديانة إنه نفرنا إن كلن كان كنا فرنا إن شاء الله آيات من كتاب الله آيات كسوين إن دون أخريدون ولا كان إن شاء الله تعالى الشيخ محمود عبد الله معلم أولي كساو مسلمي مركا شيخ سهر رواية قارئ سهر رواية إن شاء الله تعالى سين أنتم سنوي خشوع يو تواضع على بارك الله فيكم الشيخ المسلمي مرحبا بك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون إنما يعمر مساجد الله من آمن
آمن بالله واليوم الآخر من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم صدق الله العظيم محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد إخواني في الله إن شاء الله بك أرداد المساجد كي كان عرب تفروا شيئا فوق إن شاء الله أرداد مرحبا بكم لأن انتهى حادثي أو إلهي سبحانه وتعالى نسيبي تنكل كلمات ما ينزل داهمانه ولكن إلهي سبحانه وتعالى رسول شيء أمة محمد إن در دارمي يجلس در دارمان نبقى عليه الصلاة والسلام مدوس أرد الجهد دي في مرض موته أصحاب رسولك ذات كميد المهر أن نبقى مدون إني يعني در دارمان مدي أرقى المهر يا رسول الله مهر أن أنت رسول ربنا وهايتي وشمع جمعنا وهايتي وسلطان أمرنا وهايتي فإذا ذهبت عنا هدي أذنه طبت يا رسول الله مدي أذنه طبت فإلى من نرجع إلى في أمورنا وإرهن أي نقد أن أمرك أن أي نقد أن هدي أذنه طبت إلهي سبحانه وتعالى كذلك أمرك أن أي نقد أن رسولكم مهره صلوات الله وسلامه عليه
تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها لا يزيغ بعدها إلا هالك لن أرد هذه الأكل ما لن كلب بعد جمدي أو أرد الدين دس بعد شيء لم قيل ذو مجر إلا لن هي الأكل مما مركز ميري تركتكم رسولك ميري عليه الصلاة والسلام ناطقا وصامتا لم شيء أو أرد هذا كرد واغاو إكو آمس يسيق تبياري رسولك عليه الصلاة والسلام فالناطق القرآن كان دواغو مهري قرآن كوه وسامتو الموت فإذا أشكال عليكم أمر هدي أمرك إشكال قالوا شخصا قال فارجعوا إلى القرآن والسنة النقد ما رد هذا القرآن السنة الرسول النقد هدي إشكال سنقال وإذا قسى قلوبكم إذا قسى قلوبكم هدي قلوبتين أنجدوه مهري فاعتبروا ما أردت بأحوال الموت موت أردت أحواليس كأبرق هذا فلينوه قلوبتين كنقلا ياري نبقى عليه الصلاة والسلام باعتبار الموت موت في رديسي قلوبتين كنقلا ياري الرسول كان صلوات الله وسلامه عليه حديث قال رسولك عليه الصلاة والسلام ما رأيه أردت في آخر خطبة خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مريض وسأجيفني رسولك خطبتي إن كنتم بيت آخر يوم مري يا أيها الناس إني تارك فيكم الثقلين ميسين كتبي لما علعل سسين كتبي وأري رسولك صلوات الله وسلامه عليه إني تارك فيكم الثقلين إنه لن تضل قلوب لن تعمى أبصاركم ولن تضل قلوبكم ولن تزل أقدامكم ولن تقصر أيديكم كتاب الله بينكم وبينه كتاب الله إلهي كتاب شيئه بينكم وبينه اسمي وسنتي ما يكجر كتاب إلهي يكجر رسولك عليه الصلاة والسلام مري كتاب الله بينه بين الله وبينكم طرفه بيده وطرفه بيدكم طرفته إلهي سبحانه وتعالى وسهاي طرفته لما أدنى إسين أردت قلمتين كجرت مري رسولك فاعملوا بمحكمه كتاب كاسكاس القرآن كإه فاعملوا بمحكمه وآمنوا بمتشابهه متشابه جينه خماية متشابه جينه ثم يا رسول كساسه صلوات الله وسلامه عليه فعملوا بمحكمه وما فعملوا بمتشابهه وامنوا فعملوا بمحكمه وامنوا بمتشابهه رسول كساسه صلوات الله وسلامه عليه مركز بعدش ما رأيهن رسول عليه الصلاة والسلام وأهل بيتي وعتراتي ما يصير الدر دار بي أهل بيتك هي عتراتي يصير الدر دار بي رسول صلوات الله وسلامه عليه فلا تسبوا أن آيتم أو فتهلكوا يصير هلاك سنتم أولا ناري رسول عليه الصلاة والسلام هو هاي لو قابل يكدر إن شاء الله هو لو درسوا هاي إمامنا شيخ أنس الإمام أنس بن مالك أنس بن أنس رضي الله شيخ الإمام مالك بن أنس أريشي سؤال يعني كشاك ويوم لكن لا رجل لقمان الحكيم أريشي بها يدري رجل لقمان الحكيم حكيم أريشي لدرد أرمو كان لدرد أرمو كاو لقمان الحكيم لكن لا ري أريشي لدرد أرمو أيها وري أيها قوري إمامنا مالك بن أنس يهجوري وركن ما رأيها يا بني ويلك يجيو جالس العلماء علماء الفداو وزاحم حموم بركبتيك جلبوك يعني ملبو علماء جلبوش بد عدين لك وزاحمهم أريد يعني علماء الفداو يوش زيادة فإن الله ينور القلب الميت بنور الحكمة إلهي ما أردك قلبك دم ذي أما ما أردك أنجي
إلهي سبحانه وتعالى ما يكنوريه بنور الحكمة. حكمة يا إلهي قلب راس يا كنوري، فإن الله يحيي القلب الميت بنور الحكمة يا كنوري، كما يحيي الله الأرض بماء سمائي، سيدي أرض إلهي نوري ماء سماء. إن شاء الله مرحبا بكم مثلاً، إن شاء الله تحت قاب سيدي أقول قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا. شريفك الكلمه دي صالحه انفع، ويبا ان شاء الله تعالى علماء ذاك دحجرن ولي وين وير فداي ها الشيخ المدرس كهاي الشيخ محمد ان ديولي، الشيخ محمد ديولي ان الشيخ محمد هوب اليغو حكا هوي الشيخ محمد ديولي او الشيخ المدرس كا ما هو موجود هي ان واي هي كغدوانا وين ويريه شريف محمد إن علي محمد شريف محمد علي محمد شريف تفضل أدواو بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. الحمد لله الذي رفع المساجد وجعلها محلا لعبادته وذكره، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. الحمد لله إلهي ما إن مهديانا مساجدك أرنين بسمي إلهي كأجر سيئ أخيارتي أرضي كهول قلي دكي جابت في دنو مساجدك أرضي دكي أقول دي إذا تقرشك بي إلهي سبحانه وتعالى كأجر سيئ تاس أرانا مرك مساجدك إلهي سبحانه وتعالى أقوارم القرآن جي ما يرهي، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. إلى آية كلام إهري في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه إلى آخر الآية، آيات بضم إنما يعمر مساجد الله إلهي يا كورمي مرك مساجد كشانجي إذا أنقيني إلهي سبحانه وتعالى ما إلا ريبولكم السومي ميلو إلهي إنك جيلا بدني مساجد دو مساجد كريت حالي إسلاسون حديث أو نبغ صلى الله عليه وسلم أبو هريرة كويري نبغ ميري أحب البلاد إلى الله مساجدها. إلهي ما يبانك جيلا بديا مساجد سلمان الفارسي أما إلى أبو الدرداء سحال إلى رأي رضي الله عنهما يورق أمبري ما ينقري مساجد كهنا قضي أبو الدرداء ذات قرية، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي الله يديك سبعه المسجد بيت كل تقيم مساجد ما إلا رجلاً قصد إله سبحانه وتعالى كأبصده ما إلا رجل بيت إلهي ما يبقى أنبلاً قاعدة إلا رجل لنك مساجد كسلاسن في عوضة سلاو إلهي أن يسر جنابس أكراحه سرات كان أرده سيئو فضل إن يسكو قدبه. حديث قالت أول نبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان السكوري ما يرى عثمان نبي السكوري ليه ديك لانك المساجد دسة إلهي ربك نكراد يوم إلهي المساجد كاس أقلت أنت أسر أرده جنابن كدسة. وان حديث كاس ما يريها حديث أول متفقه مساجد دودة إلهية له إلهي مساجد ما إلا رأي في نفتس إنما يعمر مساجد الله إلا فضع اسمي بل إهري إلا فت التشريف يلا رأي مساجد الله عمر أسعد الوالي للمصال لعمرونا ما يبقى الدليل إن أتلا رأي إلهي لغما يوم الآخر لغما تتكو مساجد كهول قلن تتكو جاب يفيدن تتكو ميلو أروحي تتكو أنتم قرشة لسأكلي
دذال يك نبتي ذات كاسر إله سبحانه وتعالى ما يبقى بلن قادي هين خير بين وجنب بين إلهي يجنب أن بلن قادي إلهي مسايد كلان كي هلا يون انجودي عذاب أرض يعيد وطور المهراني ومن أظلم من ممن نعم مسايد إلى آخر آية أولئك لهم عذاب يخزيد لإلهي تاس يانك جودي مرك مساجدها ما يبلى رأي مساجد بسوجي دينت إلهي شعائرتي لموجيو مساجد ما يبلي خير رومانتس مساجد كلك هلا صلاة ما يكتبوا ده مساجد مثلاً كجودي كتبوا ده لانك مساجد كتبوا ده نبغى ولين فرق الشارع لباتو إيو طربات لباتو مشان فضيلة زائد أن تشلي مسائل كده حديث أرد القرآن لك أخي يولن إسي مسائل كده حديث علم لك برد مسلمين تأرنتيو والأل تجنتيو أدنيو ولي مهم كأم ما يبقى إن سكوانا مساجد ده أحاديث بدن أو مساجد ده لستيو إن مساجد ده النظافة ديو دات جوبا بيايان إيا جران مساجد ده ما إلى إلهي سبحانه وتعالى أن حرسيك بإلهك الدقاسة من إلهي مغفر لك هلاوي حديث معروف هاي النبي صلى الله عليه وسلم طلب الله إلهي أرد أن يوسي مالا إلهي هوس إما والكلام إن جر لأري ما يبقى مدى لأري لأم أو مساجد مديس خواب الرجل مساجد لك أرغو حديث مبنين مساجد لأي نيس حق هاي مارك سراسو مساجدها سألجو بإن إلهي سبحانه وتعالى ما يبقى كتوانه تتقوك فائدي سلو مسايت انتم او نسأل كلي او صدر لن بسي سلقن هكاكي تتقوك أردك قولي سلاك عبادة سلو إلهي إني والا إهل كان أولادنا تتقوك مسايت قلب جو كيرن تتقوك أردك ساس أه إلهي سبحانه وتعالى إني والا ميك لأن مهن لغانا نبو مرحي صلى الله عليه وسلم لانكي من لا يشكر الناس لا يشكر الله لانكي تتقوك إني مهن لغان إلهي مهن لغاري dat ki masaayid ka dhisi dat ki masaayid ku hul gali dat ki gaab ka fi culimada ka dhaxjarna sheekh aadan sheekh saciid sheekh aadan sheekh saciid iyo weerana insha allah waqti walba faa'iideysano badana kalmad kana ka kooban barakallahu fiikum assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin na'budu wa nasta'inu wa na'udhu billahi min sharri anfusina wa min sharri ma nahnu bihi mu'minun wa ala alihi wa sahbihi ajma'in جزاكم الله خير حقيقة ما قلت لك الآن ما أنا قلت لك قلنا إن أنا أتكلم لك جيدي لسانك إنه متوسط وما يوى لي هل لي بي أرغاس مهل ذا سؤال ذا هل لي بي أرغاس مهل ذا سؤال ذا مشايخ ذي والدين تهنا يفي اليان أو أنك هر يا شيخ الوالد شيخ محمود عاج عبد الباري أو تومي أفرجر أنا وها أو كي إنشان بسأيدكم أول شيخ قال إنشان هاي شيخ في لي مركا حتى أنصي حتى لأن كيو بمعين لكن إيرنجر أنت عارف تحسن جنبين عند أرجع يلا هري علماء مكناشي بعناية كونو علماء يا الله مركون علماء مهم هاي ندم على هذا والبعض يعني ليه بعنا ماشي شرطه ulmada xamar ee dibday maqnaashada meelo aan badanahay marka arrad walaayra dadiraatay saasa ulanay gaalaha markii jazaakum allah khair talab ilmi kumidana ulmada anaga dirin iyo sharafaan oo mudan yahay cizay ana mayli amaanay xafladan tan isleeb mowduuc jureen ku hadlo miime masajidkii sayid murti magaji miil ka toosna qeylayday tabaqayn wala raay سيد عربتي عانكي سهد بورك نيكو قرم مسجد الجامع القديم نعرق جرنك يكون أرير هايني مسايد وميك آلي إن أسئي مسايد إنك هري بيلو لك دس إن أسئيك آلا أنتاني مقول حسوستي تاريخا أنكو أقول لي الشيخ بس والكلمة فاضلة شيخ حسين شيخي محمد با حسن وعبد الرحمن مكي ميني شيغي إيه هو نستهدي
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعده. إخوة الكرام، ما يبقى ما يبقى من الدوبة من باهم ولي لشهر فلين قول ما أهل الخير بدن يشهر أنا ما دام مغاي دوري ويرى ولا كتاب ذا ما يبواها مساجد كان در بدن وقت قيب قادن سليم سيد جامع كي والحديث كلا ما يبواها در كي مساجد يدون أقلو كي بيهي مسي ما يبواها وقت كي بيهي مسي حمد كبير إلهي أور خير بدن الله الفجاجي وابن نسى سدان رجالا حميقك جهد جو كبير الدنيا لي وندافع ما يبقى هو اليوم خاصة هاي تنكتبين وابن نسى سدان رجالا سوء إلهي بن بشوه الداف تدن ما يبقى إتيوجي فلا يعني لكن ولا مغالا هاي شيء الأرواب لما خرسيت كنا كده تازم دي الله بقيدو تنغطي كيب أن أنتم قولوا نايا هم ساجدون لسوبي إلهي معنا ما يبقى شاعر تساكم ده وما يعلم شاعر الله فإنها من تقوى القلوب إلهي ما يلي لنا إلهي شاعر تسويني وين يوقع صو شاعر إلهي لوين وما يكمل ده تأكل وبصلي يكمل ده تلا ومن شاعر الإسلام ما يكمل ده بنيان المساجد كمل ده مساجد ده بس ما يبقى شاعر الإسلام ومن شاعر الإسلام ما يكمل ده الأذان كمل ده الأذان كله هذا ما هو شاعر الإسلام كمل ده ولا نبي الله محمد هنيجده إيه ولا هتديري واي مساجد الدستي وشاعر الإسلام كمل مساجد الدستي وصلوا وله مسلمين تقول كل ما أنقل لهم بعه نواي فرهاوين وأهل الإسلام كفرهاو كاربين أو هديون أنا ما يمزي يعني فلنا لما ذو مساجد أن تكهر ما يبوهر المركان يراي لكن لما ذو مساجد ما دام أنا سوبني أجلد الإسلام كما يقلنا من الفيلك قلنا إذا رجال السبب نكنا يوم ما هديان إلهي تبشو دافع لم بس يدلل جهاد إلهي ما أنا ما يبوها أجر أنسيا لم بس إخلاص جهاد إلهي أجر أنسيا كل جو إلهي نبي جو دافلان كي ولك كامل لان كي هو شيء بي لان كي هنتلس بي لان كي أقل شيء بي لان كي وقت شيء بي لما إلهي ما إن تكون إلهي أجر جزيرة بدنسى إخوة الإيمان تأسبت الله بيدو مركم أي بوم مساجد كي ولن نلس كام وما يلف هذا عباد الله فذا إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين لله سبحانه وتعالى إن كلمة يا مساجد الإله أي أمره إلا ري من آمن بالله إنما أدات حصر لن كلا أمره والله والله إله مساجد أي لأمره إلا إله هما ما لن تأخر هما تعمير ما يبوها لم ولا بول ان قال ذا ولا تفسيريا بس تم مساجد اللي دساو ما يبوها امروا فكم دي عباده الله ان بيسما امروا فكم دي لا اله الا هو ما لا امر ولا اله مساجد ما لن تاخر هم ما صلاه دوج زكاه ردي بيدي اهل ان قوب سن اله ما ولا كلاس قوب سن الله لا ولا كلاس قوب سن الله اله ما لن كلان قوب سن فاسا اولئك يكونوا من المهتدين ما يفعل إياه بإجادة كاسين هذا عند كهنوس كمل هذا غير إله سبحانه وتعالى. مركب ما يبوا أنت سعيدة وأن يفلم فعل إله شيء معنا ما يبوا. أبا المرين هذاو. تذكر مساجد كذا سام مركب ما يبوا عيد أستاسة كفل أنت تذكر مساجد كأمرنا عيد أستاسة يفلم. النص بشارعنا إله يدين بقى أنا داخل. تاسنا ما يبوا كل بين عن أنت تذكر بعض الشباب الله نوال. تذكر بتوع سوا وصلنا الله نوال مخالف يو اختلاف هذان عليه كسارة. كلمة مغيرة عنينا كقابس له والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير يا حسن زيو كلمة يسأل الله عني أنفع علماء نووي كلمة أكدم وتسيانة شيخ محمد شيخ آدم شيخ محمد يولي كلمة ذا علماء أنت دم بويته شيخ أحد قبل قبيان بارك الله فيكم شيخ صلوا تفضل الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين
يقول الله تعالى في كتابه العزيز: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. إخواني كل بكلمة مقالة أسكويري ما هنا أنا دكو علمدا أما والكسو مكمده أرضي أرضي بينه كتر سن لا يها مركون مسجد كي علم بلنبكو هذا لي كلمة يرى لجيس الفريمات دور المسجد في دين الإسلام مساجدك دورك أما منزلة مساجد كروة دين الإسلام يا مسلمين تدتيو مساجد سلوكي ميبوا أما آيدا نتكبل عودي بشيغاسي بيت من بيوت الله كمدهو يو أدوك دم إله إلي سماوات مخلوقات كناجر إله إلي يهتن إله سجار مبعنسك خصصي وأن المساجد لله مساجد ما يبغون من إله ديو إله عدوم ديسك عبد آيانو كل يوم مساجد كي ولي حنت لقيري أمالي هو بلقيري أمالي فكر لقيري يا رجاسا كريم دايما لها أنت مساجد كي فكر شو قلي دي جزي شو جنال لن كوالا أنت مال شو إمرك شو نسك جيتين جزي شو جنال لن كوالا كريم دي كلا نوك يدو ما يتم مساجد توب اللدس عبادي أنت بدن لدسي عبادة للناس إن ما يباهن تا علم يباهن تا مسجد كسون غصونا ما يباهذا جري مساجد مصدر الرجال ميل رده حكوا بهاس علم ده حكوا بهاس ذاتك مسؤولين ده حكوا بهايا يا مساجد المسلمين تنك إدنين مسجد كي دور كرداو مساجد فك جري أو مصدر العلم وما أخذ الطلاب ميل عرضين علم وخطاد الأس هاي أتنا ما يبرجعنا دور كسي دور كسي فايل إني فرنسي درار مسجد كنا سدل لندسي حنانو اسم مناسب عن أهلا ونداتي كي يوم ما رأينا الله حلو شو والماء لكن حنانو هو الجوي تيلر مسجد كي وايد نسي فكري ولا نسكسي هذا لكن إني نحنانا يا قارن أتنا اللي كفكر دهاري دي سكريم ده سك درس ده أنا وأنا حجاب يا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهي هي إخواني وهي فضي هذه لها يا رب ولماذا إن شاء محمد هذا قبل بين ما جاي أنا أري لكن إن شاء الله عرسك لو كجوا كوي شيخ كجنب ويا هالكلمة سيانة شيخ نونو شيخ عبد الواحد عمر تيأ علوم ذو وين هذه لها يا رب شيخ نونو شيخ عبد الواحد حك الله بارك الله فيك. الحمد لله رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالقرآن إماما وبالكعبة قبلة وبالمؤمنين إخوانا وتبرأنا من كل دين يخالف دين الإسلام وآمنا بكل كتاب أنزله الله وبكل رسول أرسله الله وبملائكة الله وبالقدر خيره وشره وباليوم الآخر وبكل ما جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عن الله على ذلك نحيا وعليه نموت وعليه نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين. الحمد لله إلهي أمهد له إلهي سبحانه وتعالى نعموي شيء فرب دين نعمة أنكوين وإلهي النسيم ما يبقى كمدها نعمة الإيمان والإسلام إلهي منك النعمة إسلام نميون إيمان فلله الحمد والمنة قارها هذه صوماليون أنه إلهي سبحانه وتعالى إسلام نمو بغل كيب بغل يا إلهي نسي إلهي أمه الله الحمد لله أنت ما ينوجر قارو إتوبي لارو أمكيني لارو أنت ما ينوجر تبطن أو أنت كبريت سنت لحظة إلهي ما ينوسي إسلام نمو دم يسترنو بغل كيب بغل هدي لآدم
لن غفل ذي سنوه نو درها يتول نوه له لكن لن كنيسة جيد ملكها لو سومالي لتيه فلله الحمد والمنة إلهي نعم دي سوايتاس نعم دا سي إلهي نو قاروه لمهاي سدن ودم قار أمكو أنكومين بو مسلمين ته سدن مصر أوكال حتي لحقاد كومي جيد مركي الله آدم مساجد عن جيد كون كنيسين جيد وأنا دد أرد لي أمضى دلاديهم بابر قادر لفول قارن مسلمين وقارن كريستيان إلهي نوبد بعدي تاسو نصومالي أن فلله الحمد والمنة لن هنون درنوه واجبك إلهي انقذدان أم إلهي ولاي كرهيب انقهران والأرقاي لكن لن إسلام الدين هاين الدين يسيد ومالنو هلو قده صوماليا فلله الحمد والمنة مركا الحمد لله إسلام مداس إلهي ميك رجينا إنو نوليو إن إسلام مداس أنو كدمنان تاسا إلهي كتوغان دائما أبدا أنبيل إلهي ميتوب جرينا توفني مسلما وألحقني بالصالحين إلهي إسلام إلهي نو دل ساسا دلب دجران صحابي او خبيب لارجري مركي لوبوبدي او لي هيلي دلن هيرني ميري حدلدي وساري ميك ميد هاي ولست ابالي حين اقتل مسلما على اي جنب كان لله مسرعي وذلك في ذات الاله وان يشاء يبارك على اوسال شلو ممزعي هدي اني انا اسلام احد مدو نوع بان اللي اندل من ابو ولا واحد دل كي باي كيفيه قاب كستو أنا اللي ينديله ما دام أنا مسلم هاد المذا هاي لمشي راسي ولا أنا قارع ومنه مارك أحباب الكرام لانك مسلم كي نعم إلهي سبحانه وتعالى إلهي لانك إسلام إلهي كويلي إلهي سبحانه وتعالى والكله والسكره بذي نعمة مذا قارع مارك إسلامه ولا صديق لك كدم مذا لانك مسلم كي هذه إسلامه ولا سوس كدم مذا إلهي أراد اسمك اللي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر والهرب قلبه عن كدين إلا هو أن أرجنا نعمة إلهي أنت يا المؤمنين آخر ما جرتي قصه لانكو علوم ذي هرك مثاي أو مال قبين نهاي نعمة إلهي نسكدري الدين يومي مال نعمة إلهي ودسي يا ماي هاد ماي سؤال إن جدي أي لانقال أي يهودي إيه لانك قال كأي يهودي ياب مساكين واي أو بس بسيني هدول كهاجو لانكون لانك أو علماء مركزين كوي كمدا واي ديني إلهي سي ماي كلا إلهي كتر أي نعمة أو مال كأي قال كي هاد السؤال ماي ليا حديث كون نبغي نع أهل الأهري يا كسؤال فدي واري السؤال على حديث كاسمي الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر يا نبغي نع أري ديغي أري الدنيا دلنك مؤمن كه حباس انت قال كن جن ديسو جن انت ساسا نبغي نع أري ديغي حديث كاس جره لانكي او وذات كي مير هي نعم جره حديث كاس مايلك جيدا هي معنى شيء فسر أدين مؤمن أتان تون نعمة يا تهد بارا ذهيت حبس كذا كجرت ماي أنا لقاها مساكين نم بلين كدم بيتي أروه جنة أنا كجر مايت إن شيخاري شيخي ماي كجوابي إسلام نم دون أنا تي شيخ هذا هاي هدي أنا لدم دو أنا كدم دو إلهي ولا يك تلا قالي أو آخره هدي لفيري وحتى حباسة كجرهري نعمة كستو أدوية كهلا ما يلاقيين أبداً لأنكم ممكن والإله آخرن كتلاك عليه. مارك أدين قال نمدهم حتى أذكر الله حتى أذكر ولا عذابه هو كوجر حتى لفيري حتى جنك جرت أري وابك هاي سدمة بناكم بس سنته. مارك أحباب الكرام إلهي هذا ما هذا نعمة إلهي نسي إلهي سبحانه وتعالى وأمرتيس ما ينزل دار ما نعمون فرنا من واجبات إلهي نساري ونقودنا أنت مدمن هيادة إلهي نورهي إنك ريبتو ونظنن ساسين إزدر دارمان مركا علمو بدن غير ربدي إن شاء الله تعالى فرحد إنك نسيلك إبسد وكر سا
ساسا إن شاء الله وسيل المشاركة يا هنكهي وجزاكم الله خير الجزاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شغلنا وكلوي سبحان الله أبعاء يقولون وإن قدروا أنا إن شاء الله تعالى إن مأمورك يا إن نيل الروبو قد قمت در أهم وزارة وقفت يا رماها دينتا لكتكر سارة انتا الدنيا برتكر دقيقة وايا هاي لكتكر سارة وين شايانا برتكر إني يوكم فوق هذا برتكر لأس هنسارتين غيرتم كنا قد تكر سارة إن شاء الله وإن ويري أقاسم واحد إن وقفت يا رماها دينتا يا أمرو حجك الشيخ مبارك عبد السلام حاجي نقاسم هدوم بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. صدق الله العظيم. أحبة الأعزاء، الحمد لله إلهي يا مهد إسكلاء مركهرة مي سلامية علوم ذا أجل ذا إمينم فديدة ونكهرية سيدي والي شيخ محمود شيخ عبد الباري حفظه الله من كيد الحاسدين، آمين آمين آمين. إن شاء الله يا علومك لا أنت وظف ديدة كنتي من أهل إهيني هناك هذا النميلون، لكن لنكاء علوم ذا ما يأت فرحد بينها مركي أوس أرجع أنك أوس والها باري إذا كفر حسد حبفر يا كفر حسد أري لنكاء يو البرنك أنك والدش من فيل هو كأرجع إذا كفر حسد علوم ذا أما معلنك أنك أوس والها باري من وين أكسر مركي كأرجع إذا كفر حسد marka tan hanan iri gelir meelin rasuulna may buha taas ana oka hadalaw maamul goboleedka ama dawlad goboleedka koonfur galbeed magaalada magaaladaana eeda aan fursubsini amayna dardaarmay marka horo dadka misaayidka ha ku tugudaw misaayidka culumadi iyo ganacsatiin in hagaajidi laakiin dadka isticmaalo doona warar bay dhaw hadana dad kasmay kila dardaarmay in ilaaliyan nadaafada misaayidka oo ilaaliyan shuruucda misaayidka wasiirka oo dambeeyay doon walaaqi arngan u sii in gudbiya oo la shaqeeyaan gudiga misaajido roogan awaamir allah awaamirti iyo siyan iyo awaamir oo basiid aan bii doonan hobiyan la ku dul qaadada maadaama misaayidka iyo gacantii ka hayaan nin maamulahayaan guddiga iyo dadka maamulka masaajidadina may ku codsadaana inta badan mas'uuli masaajidoo leeyahay mas'uula masaayidka leh dad oo jirna jara dad xanuun soo socor hayto jara dad ka oho dhas maamulow nan oday ee ama lan dhibana ah markii iyo aragan in un fududaayan si oo hoolo usun un fududaysan masaayidka wal nan deersina masaayidkana dhibaato kale wal kale oo un deersina antaas kadib may baan sheegay dadku ardada oo daalibeynta ah ama cilmiga baradayaan masaayidka iyo un badan masaayidka nadaafada titis in ilaaliyaan xataa mar alla markii iyo dhiifadayaan gogol in ka hormarsadaan hirgalmada oo kale wal badan ilaaliyaan masaayidka dadaalka la soo biyay aragaagtan bilaacdis mutuneel meel kasta in la ka dheji unun nadaafada in kala shaqeyna dhammaan intii haka qayb galay munaasabadu culumo indhaar garab aqoonyahana xildhibaano wasiiro may dhahaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إخواني سيد أسمح بالشاقي تلمدا ويلها وزير بريانكا وقفت أرمها دينتا وزير بر آدم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركور ترى الجليا بي ما دام أنتم علماء علماء تاني أرتيها ناسور مين أنا ولا شيء أنا فاضي أرتيها الجليا بي
marka lamaad ma intuun ku mahad celiyay culimmada oo culimmada dee horta ujeedka kaasahay insha allahu ilaahayga nu waafijiyayna makanina inu mahad celiyaana taas horta taasu qodobka lamaad wali faday inii kolley masaajidada seen beri horta guddilayin guddigaas wali fadaane oo dadweynaha soomaalida koonfur galbeed reebeydhow ka codsadaane ini horta lala shaqeeyo guddiyada oo masaajidada maywaale masaajidkan haddii kala dambeyn iyo ismaqal iyo wanaag leenka dhisna ma dhisa ku fadlo hatana haddii aragday galanka hayntiis liinin shaddanbooyne guddigalan inin shaqeyne meel isku jabalin hagaajine meel isbal nadaafad daree ku sheeg ka jarta liin ku toosina hatana aragday wallay dhimune marka dadweynaha wali ku codsadaan ini guddiyada masaajidada la shaqeeyaan taasna aragday ardayada iyana imaandho waaye fadi waana arrin oo eed masaajidka inka faylo marka insha allahu hadalka mabaadiyaa meeha ka gabagabeeyaan ini ilaahay aragday tawfiiqdana waafiji dowladda koonfur galbeed wali aragday inteeganta ini diinta ilaahay koronkata la garab surmo masaajidada aragday la garab surmo si diinta teeg horanka xafaadi la garab sameeyada yaa aragday si la diyaarata insha allahu wali kale codsaane nabadgelyada yaa dadeegaasa nabadgelyada haddii nabadgelyan jarna masaajidkan si faylo ma inda si fadno si ma aragday in hagaajin fadno meel unu joogno lamba culume lamba ganacsata lamba baagmoonda inay nabadgelyada unu ku qiib qaadano taasaan anfacaasa may kale mahadlehe dowladda koonfur galbeed oo nii suurti gelida ilaahay suurti geliyey cabdicaiis xasan lafta gare in ka horreeyo ini un masaajidkeen nabad ka dhisano iyo dowladdaas suurti gelidii iyana arday inay arday insha allahu meelaha tigood in meel kusii faylo kugooda hadalka masiinka baadiyaaw assalaamu calaykum waraxmatullah masaajidkeena nin furinya lagu bilaabo baryaa jimcaha way ki tukudu kora intaasaka gabagabeeya assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu إن شاء الله تعالى إذا ما حسيا وقبل إخواني كلمة هند ويس يعني الشيخ الدكتور شيخ أويس حاج عبد الله شيخ أويس تفضل صلوا وش أويس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وكرم على عبده ورسوله ونبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام تاسيك الدنب مهد إلهي اسكلا قدرين علمدي dadkii jeeladii kelmad yareenaan inta gujeedii jeeladeenkay dhawaayeen kartiya surumi allahuma aqbala wal diyaar garow iyo talagal haay ma jiraan haddee waldhimino hataana sheego maxasuusunii dowladda hadalii culimmo hadaleen dad badanna insha allah may rajeeyo hadal doona laakiin sharafay ingatay inii kelmad ujeedi masaajidka oo geedo masaajidee kulishoo ilaahay iska leeyahay masaajideedaan lahiin waa masaajidkii nagoo yaryarna walkabarada jarni yani horbaanu qiyaas xalaqaad meelooyinu fadheedaani tiir kun iyo tiirkaas iyo tiirkaas ero karo tiirirgay xusuusgooda ay dhaafu karaan iidaan kase maalintiis baraakahaay oo berdugoogiin meelun ka dhisanaay ilaa casrigan dambe dabaqiidii iyo isbabedelow nagadaan waa masaajid runtii taariikh badan iskalena iidan aan xasuusuno maylay haddaka darsida ama taariikh muku hadalaa warkareen muku hadalaa
شاہ محمد حضر کی گئی یا بھائی کمیت آئے اللہ حلو شاہ والکم اے لیکن حنان اے شاہ بھول اے و مہم اے مساجد کان عمرات جس میں باہیا نوعی لتا عمرات توتی نسبگیو انتی اللہ درتیس انصور پیدی ایمان کو ہائی تھی اجید کلان کو ہائینا مانا ملیان اجید کرینی مساجد کف بیسی دیسی و انتی دیسن گلی آو اللہ کو اقبل الدنیا و آخر اب عمل شوقی و فرحان اللہ کو والا مهمت کلان باہی میں وائی تعمیر کو معنوی ہے مرحلہ تیسا دن روگ این دروس لکعبر مساجد تھی عبادت اللہ انتالت گلی عبادت جاہل نمہ مکان سہاس لنکس مسلم اگے کے اندر فدی ولا لنک فدی میں وائی اس بارد دین تیس بارد مساجد کے امام الشیئی دکی مرکازی حقاو ورا لنک فدی میں وائی دکی والبرشع دین تیو ہے انی لنک ویر علمی کی ایدہ جرا دی اس کو اللہ بدنگا جنام لیکن نحر کیا کو تب ہے حلقات کی واللک بردائی دکینی لہن نگا والبردان سی عبادت دیو وان المساجد للہ فلا تدعو مرکل اللہ عبادت عبادت سین لنکسو یو کو امساس لنکسان مکو امساس تینی لہنگو قضب کرک دردائی نظافت مساجد کی نحلک ددارو نبی علیہ السلام مغارد مدینہ مرکوز سیدی اور اصحابی سہاجرین تلاویدی سنگوھرائی کی حسوسو بھی میں آئیتے مساجد بسو مساجد کے مرکل لیسی نبی علیہ السلام و المسجد نبوی لیسی مسجد قباء لیسی اجیدی دیس نے انہی دکھو اللہ کا برا آئیتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم و اللہ سنگو لیسی اور اللہ کا عبادہ سدہ تیرل کی مساجد کے نبی علیہ السلام تیر کمید ہے ہم روضہ کی آلام الروضہ شریفہ ہم کی آلام تیر کمید ہے میلی کسے الاستوان المخلقہ استوان المخلقہ میلی کی جیدے تیر کی او لبر فومیے لعرفی نبی علیہ السلام میں ارگئے لے رہی تیر کسی او کاغ لے کاغ دیا میلی لنکو اصحاب تی رسول کمیدہ کو فجی نبی برکوس کوحیو سہاردی برفوم مری الاسدوان المخلق اللی بیتیر کاس الہ کے کنک لسی یہ علم دو میلو میں مقاضا ہے مساجدہ انہی لعرفیاو لقر حیاو حدان حارم ات ممنوع ات وحیابہ حم انہی لکسود بی انہی لککاک سد ملو گل مسکلو جو انہی لکسوگای ملو گل ایری اردی میل ہندر ملہ ویدی سدا لکوالا ملو گل میل فدائی مساجدی دی عبادت یا علم یا نظافت کنوالائن گب گبی دی حدال کمی تسالا نمک فیلیا لمکو معلمین تانکو مدھائی دکتور عبدالخالق با علوی لاری جری یا ننشاکو جری وقتو مکلکو یمن روگ بی ماری جری ان سنعا آجان کتابا او حدید ایو بلکاسی انجید مساجد هبلو ای مساجد هبلو لی کتوکو دی ما انکو توکو دی نظافت اس درادیس انکو توکو دی ویلی جاری معنا قف اول دینی دین تو البدن کو برد او سمحاینا تخصص کاس ملاحاینا لیکن ما دودو سنن برای امیل ایلی جاری التصویف اما مارکیتنگ ایلی جاری شیخ است التصویف اما دعایت لی سوک یور باینا سأسترادية مرجرة النظافد درتية إلا ميلوس تخصص الله يتلمامي مساجدة أسلام تعالى ميودو مساجدة بلو كتوكو دي حدي أذا كلفت مساجد كإلهي كلو كوري قدو المصوب درتيس لين كوري قدو أذا كوالا حير هاو لان عادي هنتوكو دي هاو لان درس كو كوايا هاو وميلا مساجد كو كو دي مساجد كنظافد إلالي مي احترام مي كل مدة إلتهام قبل قبائل سيدة أنتي هني لو عايتيني قدر يدي قبائل سيين ألنا نوأقبال والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام.
السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ أويس إن الله بركة عليك الويس إن الله ينفعك. إن إخواني إن هل نسدوا القاضي دقنا شذنا إلى لنين هل صبروي كيف كيف فرحت له إن شاء الله دوقة إذا إذا الجرح دي إلى هير كلمود كيف أويس يا السيد الشريف صالح شريف السيد علي بارك الله فيه. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، يقول الله تعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. صدق الله العظيم. الحمد لله إلهي أم هذا او نيوالي امة الاسلام نيوالي امة بقول كيف بقول المسلمين او هدنا نيكون بي بيت من بيوت الله والنعم الله واي شرف كل شرف واي مرقيكو كلمة الى هاي اليوم عيد تجلى وسعد لا شك حلا جيكو كلمة فرحت برواغي خير نعمي وناك بدن يالا واي مركان الهي ميلا باهنيا ان شكرنا نعمدا خير كبدن اي وناك بدن الهي نسي ان شكرنا سي الهي جل وعلا نيك زيادي الهي ميلا يا لئن شكرتم لازيدنكم ولئن كفرتم ان عذابي لشديد مركان نعمدا اي تنوين ومساجدتي مرنا عربتها يا مطبقينك جيك ارقى اذا ملاسه الدبق الهي اما هداء الحمد لله ثم الحمد لله مايك لما هذا قف والب أو قام كجيسدي تعمير كي نسمع مساجدكم ويسمع رجعي تن أو انكهري الشيخ الجليل الشيخ محمود شعب الباري حفظه الله تعالى ورعاه إيو كدقي لوضع شقيي ميلا رهاي هدي سمع رجعي تن لما أنتوا ميلنا ميزان كين آخر إلى هكبا ما لن ميلا رهاي يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم إلهي ميزانك آخر إلهي كما يقف والب أو محسن هو يوينك والدينتي لن يرضي إيو ميلا رأي شعبك صوماليا أو قعنتك جيس لغنا قف والب ولبيسدي ميزان جي آخر إلهي ديك وضا كبا تنكر ورا لي المساجدك الحمد لله رغاية نين بسمي إلهي يا كمهات سن كدب أي كمهات سن تتكك عمتك جيس لغنا إلهي أنتها جيسيا ميلا باهنيا مساجد كان ولا لم تسي ما يبوا مساجد الله واي بيت من بيوت الله واي إلهي ما إلي وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا شرف بينك فضل مساجدك قريال كان كلا قرقي أو همرون لأنه لكن مساجدك بيت إلهي الله شرف تاسان كفلا وفول بك عن كجي سدونا كشرف هو قولك إلهي شرف بذني أما أزمان شرف بذنت إلهي نبقى صلى الله عليه وسلم مهي إلهي ما إنك جيليا قولك مرنا أحب المساجد أحب مرنا بقاع مرنا مساجد واي إلهي قولك ما إلك جيلي مساجد واي ما إلك مرنا أرب بذنيا أنك عروا دونا سوقين ما إلك ما لا يعني إلا هو يجي لعب في عالم واي مركان ما إلك نحري سلاها كدقاء سخيرها كدقاء مركان ما إلك باعنا مساجد كان هير كونفر قلبات أم هير بيدوا دماء مسؤولي دانا وضا سارا أو نين دسمي لكن دسمي دانا يكون مهم سنة تعمير جو ديني جاه ما يميل لدي فضو ما يلي فضي مسائل كان نغد إلهي دين كويلة وأنا هروب هذا جري مركز الدعوة ميل دين تسلام كل قفافيه أخلاق تسلام كل قفافيه دبع عد وناكي دغاك وناكسن دات أن الله ما يعنينا بغل كيب بغل مسلمين إلهي كما سن ما كما سن والدين تن أبو تاذن أجدادن أو دين تأسلام كان جيسين جيك ما إلهي مهديسة عالم الإسلام لأنك هوري أرقاي ودن بغل كيب بغل مسلم أمالها لو إيه نادر وين لكن صومالي مرنا إلهي من الرجال ذا أنتم المسلمين هانا قال أنا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة إلا فأبواه يوهدانه أو ينصرانه أو يمجسانه لما أنت إلهي مسلمين أني والي مسلم قاسم ما يشرف كله كم هات سنة والدين تي علماء دي هني برباريين نقم ولا يميل بها هنا دين تسعى مرد يميلكوه قبل الله وتمساجده هايت ميل الإسلام والغدفة عايت
gaaladii marada dhagartay oo ku difaacay masaajidada koo ku haytay masaajidada meel aan baahnaa doorto inta nagada masaajidada meel aan baahnaa kaalantii oo la hayeen isticmaalkii adduunka marna calaam islaami ha weerari iyo meel aan hay walba makaayid iyo marna meel ku difaaca jiray masaajidda marka meel aan baahnaa masaajid doorkii oo la hayeen kaalantii oo la hayeen maadaama uu nin waa muslim ah doorka sanagada eeda muhiim ah yiin may kala muhiim ah masaajidada dadka roogana may leedahay dad ilmaam diini ah oo diinta aan la aathaari dhaqan iyo dakasaayan anti haada maamulyaasha waan hadda bayin alxamdulillah ilaahay maadle waayo qofkii bay dhowrogo imaam masaajid nagada aan kala horjoogo imaam masaajid nagada may la malee qofkan ka caalimsan markan ku qofka marna mas'uuliyad wal khutbada ma eed muhiim ah dadka fuqahada ah marna inta badan dooranaan waayo culimada may qabtay fiqhu shaafici qofka afqah ah yaqluq hormariya qofka aqraya qofka qaariga ah may ku muhiimsan qofka aqraya marna faqihiga ah oo diinta islaamka saw gaar ahaan madhabul imaam shaafici maadaama ilaahay niwaali umud muslim ah sunni ah boqolkiib boqol madhabtiina shaaficata taasa muhiim ah madaahibta oo dhan saxayin madhab qaldan ma leh laakiin may buwa marna culimada yafqa fasireen meel faday qofka haddiiba in deerna darajatul mayla rahay meelius mujtahidad in deerna may waajib ka kulli culimada nin roogana antiis muqallad haad laakiin qolko marna imaam shaafici madhabu shaafici ya kasir meel ya kufudu ku qaadde madhabu xaniif ya meel kufudu ku qaadde madhabu xanaabila meel ya kufudu ku qaadde taas mutasaahil way qof diin fadahay ma lanka mayla fadahay diinta darajada deera way qofku mujtahid ka laakiin wali ku horay may waajib qofku inta muqallad haad marka wana may buwa had darajada mujtahid deerna may waajibni anta una ka dhaqanan madhabu imaam shaafici la dhaqan gali la ka dhaqan wali ogol la la ogolaad ilaa hadii la qarna madahay buu is khilaafayaan adduunka waras loo goliyay laakiin soomaali dad juhale ah xamaasiin ay way kasto yar marna walaadii ku duun hadii adaga isla markii dagaal iyo mashaakil kala sameeyaan markaasii mashaakilkaas an yaraadaan may fayla madhabtaas ka dhaqanan tan kale may muhiim ay ilaahay camalkan ikhlaas ilaahay ku weel camalkan masaajidkan marna may muhiim hadda kore may la sheegay lambaqor ee may ahay masaajida dhase lan walii darsada ulma leh masaajidkan min bidaaya ilaa nihaaya ani dhasada beesiday oo jeebka ay ku dhiseenay hataa tabarucaadun baahni waalkalman baahni masaajidkan anigi gooniyay haddii aan dhasoona maqaaqay boqor hibiral iyanka dare maqaaqayana kumaga caawe markiis beeso badan geli masaajid fayla dhasi oo masaajidka taam nagade oo cibaadadii khayrka la ka bilaabay ya hamiin hamiina kumada hilimi aragi malak min malaa'ikati raxmaan kumada yaha dega waa aragi oo masaajidkii maqaaqay shay ku taraw wadaadu cajuuse oo herbeledka maqaaqay ka qoraw hamiinkii soo naxsinaha ka himeelayeen masaajid kala fiiriyo hadii maqaaqay gaal hadii kale war hore oo blasan maqaaqay kaal boqor maqaaqay kaal hamiin kale hadda sariidi aragi hadda soo argaxsinya baa fiiriya maqaaqay oo bla fiiriyo maqaaqay kaal hamiin kisa daad limidi ka nagati marka ma hayo wadaad oo hebel hebel leh oo maqaaqay la sheegi hala weydiyo wadaad la weydi war hore wadaad cajuuse tacbaane anti masaajid soo qodafa marna yeeb tacbaane darajo duruf ee la aragi mehre walaalay marna ilaahay ku qabsay masaajidkan may ka darsatay masaajidkan may ka darsatay mehre meerta aan waab yar qayda tacbaan baha may masaajid ka darsade mal ana marna aniba baahan may ka darsade maya ilaahay ki daari oo bad qabsto mehre ilaahay ki daari oo in shaak dambo meerte maalan ya may aragay anoo masaajid balmaraw daabad oo laha karoraay marna faras haado ama dabeer haado ama gurba haado daabad laha karoraay alaabta masaajidka oo masaajidka dhanad ay la kihiri oo hortiyana may lahayn meel calaf ama kala bal iyo raashin yaal waanan deero qorna eed yana baahanta markii aan daabadii aragay ya li ajri illaahi daabada intii aan adagu ku furi ya may lahayn calafkii siyeed daabadii raashinkii sii kaanta saas daraadiye camalkii ilaahay daadi samaytay mukhlis ka hay ikhlaas ka hay ya may ku wiiladay boqorkii masaajidka bilaabay waan dhasi marka camalka ilaahay ikhlaas ku weela insha allah masaajidkan mas'uuliyad wada saaran way may lahayn qof walba may lahayn masaajidka mas'uul ku wada anin guddiga sida marna wasiirka sheegay hal wada shaqeeyay hal wada shaqeeyay dadka masaajidada roogan insha allah mar la maadi mar saddexaad may mahadnagaane qof walba gacan ku jeesidi qof walba gacan ku jeesidi camalka ilaahay ku weela camal ikhlaas annagana masaajidka aan ka faylo qurux badan nagarne
عملك مرور بنصمينا عملك إن اللي يراه عملك آخرة خوابس تواضع نيكزي هذينا بس إخلاص نيكزي هذينا عمل متكبر أو عملك شيطان نقده شيطان ميري أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين شيطان عبادة إسرائيل له لكن عبادة استكبر عن زيادة دي مركم يرفض عبادة ده نقدت عبادة نزيادة استواضع الله كعبسي نزيادة سلفة ده عبادة أرقنا ولا مرنا قفل بقفكك عبادة بدن كتير يدوم إلى رئيسي عبادة ده أنك ويرنا هي لو في حماسة الدنيا دنا قفل بقفن وليد ده فيرنا تاسع مركم إلى رئيس الدنيا آخرة قولي مرنا برواك ديرنا إذا ما سدين مرنا ما دي مسدات ما نجاي قديم مساعد كان انتهى قيسي وانك هوري فضيلة الشيخ الوالد الشيخ محمود عبد الباري ايو شيخ ابراهيم ايو دمان ميلا هاي عالفضي باسرهم ايضا ما سنين ميلا نفجزاكم الله خير الجزاء والسلام عليكم دبتم وضابت ممشاكم وتبواتم من الجنة مقعدة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته المرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه وسلم ما منك نجد بوجد دولد مشايخ ذا قمان ما ملياش جامعاتك مدارس ذا معاهد جنع ستة ذا ملت شرف ذا بحض والباهنت نمان وحمد السلام يا سلامة إسلامك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته انت أكيد جدال وحان فرحدة لقيب سنة يا إيرين رينتا ومدى ما أنتي مرد بالدقيسة حدث كان وين قالوا وفر يوم مساجد كان قيمة هي قايها بدنه مدقاره وحان هذه آدان وفر حسنة هاي إن أنك قيب قالوا حدث كان قيمة بدنه وايو يستاقين البلشدة قبل كان كسو جيدة وآه أبياشين علمك هي قرآنك زيارة ما أنتي أن كسو جاري أن كسو جاري مقالة أن وزيارة الولد لوالده في العلم أن ولده ما ركتي أن حبوب بدن أي وحق لوالد كيسة أن علمك سيدا أن والدك نسبك أولي هاي مركة أن وسيدا زيارة وأنا مهندق أنا ومهندق يا أبايا شئنا علمي قال نسوق جارسية أو قابتر سد قبل كان أولئك أبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع جزى الله عنا بالخيرات عنا إمة لنا نقل القرآن عذبا وسلسلا أن مهندق يا ماركتي أن كجدال وحن همبليا أن كوضع جامعة القرآن الكريم أو أنت آديات أن هو همبلين إيسا أن رقي ويستاقي أن أعماشا أن مسجدك خير كبضن أو دميس إله سبحانه وتعالى أن أو صوق بقبي أن أمدا وأمد لغيقين خير هي القرآن أن ما أهن وحما رقتي أن لغسوك من كره لكن كمشاركة وحان ما رقتي أن أحسو سنيا إن أي هيدي أمدي لغسو قاري قرآنك إيو قراءاتك أن أودمينتي أن ربينا كسو قبل قبيو هل تسا أو إيشيقي وأن كوريي الشيخ المقرئ شيخ عبدالله محمد أبو بكر المرسل وكو أبتر سدا أنتي أن مقالة أن كدي من كميلها معرضتك هذه آد علمك أبو فافيي المقدشة إلى دار السلام يعني تنزانيا وحوي شيء وحنا رج مال مال ما كميدة أنا وجبنا المقدشة صبعنا كجرنا أيا وحنا سوق جاري صبع صور راعي شيخ أدى وأهاي أو أي كم وقتي آثار إن أو مي كي مادي أو مجال أو سن كي ماني صبع أيون نقل قريب قلي صبع أيون نقل قريب قلي سوى وحايد أو قفي أي سن جرين مركل سوق جاري صورة النساء يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا إلى آخر الآية المركز أيها هل مرك عي مركز وحول هذا وفيها وتحت الفتح قل فتثبتوا من الثبت والغير البيان تبدلا بيتك متن شاطبيدة أيها كميدي هاي لوحظ أيان كبر جرني أيها إلى هذه شاطبيدة لكن ما نفهم سنة حلقة كور تاسوحي دلالة عاد أيها أتهاي
qur'aanka iyo qiraa'aadka in laga soo gaaray gobolkan waana maaragtay uga mahadnaqaynaa aabayaasheena cilmiga ka jaamacatu alquraan alkarim waxaan rajaynaa maasha khayrka badan oo halkaa ka socotay inaan maaragtay anaguna ka qaybgeli doono farac iyo kulliyad qur'aan iyo intii maaragtay ay suuragal tahay kulay faahfaahinteeda iyo warbixinteeda dhammaystiranaa asheekh alwaalid sheekh maxamuud sheekh cabdilbaari iyo sheekh ibraahim iyo mashaayikhda kale ayaan u daynayaa kelimadayda waxaan ku soo gabagabaynayaa dhammaan way mahadsan yihiin aabayaashayna cilmiga na soo gaarsiiyey iyo qur'aanka oo aan ku intifaacayno ilaa qiyaami saaca wasalaamu llaahi calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. Gudoomiyaha hadho waaye gudoomiye hagdhawo kelmadaada. May dhammaan intii xafladdu geegi boyta goorreed ulmaaday masaajidku dhistay may simbotda ili faatahadan martan in alla intii walka darasa masaajidku dhisowshe mayna tusaasa masaajidkun oo geembuhumna geegka masaajidyadii casriga ahay adduunyada ka aanan kafayla ay dhisanahay haatoo mayla ka dhisayha garaan iwal inisji tabarten tan mayna maraasa inin wal welba suubii korno hoobo un iniseen awoode hoobo inisjeyn inin wal wiin suubii korno ya markhaatan eta marka ajari xasanaad alla ku siiyay intii oo qeyb qaadati intii maalsho ii hoojo qeyb qaadati sadaqa la dhiibo tenka fayla ay tahay dhiiben marka ando ayaa noonoona maya kordhiyana wal qiimo leh wal la suufiyo la dhisaanayay anka qiimo badanaay maya maannagay dadkii maamulaay dhismadu anka horreeyaan guddigii masaajidkun dhismooyay hormuudku ku haay injineeradii dhiseen oo farsamadii oon ku hanrannay oona sanaadii oo tenka dambooytii habandhiken dhammaantii oo yoona may buu ahaa maannagaan masaajid la dhisiyo ajarshay xasanaadkii ku hadlowshay ulmaaday oo horeyta ku hadalli ana may ku hadlay arrin kale oonay tohay dhinigii kale masaajid in la dhiso mar welba masaajid in la dhisowna la suubyo waaya inaan guddo in masaajid la dhiso fayla tahay laakiin intay laga dhisow masaajid masaajidka may laka dhisay meeli inka fayla dhulka hadalata meelanka qiimo badana laka dhisa arraala mayka badana masaajid ini jidda ka dhisa lanka dhulkiisulahaya reebaday jidka masaajid ka dhisa haddii unu ina reer arraaba inaad walfayla na suubido hatana walhuna suubida yaa iska darowahay masaajid lanka jidka dhisa mayba ogaaday inuus wal axsanaad ee andareer oon jarna birgee jidda ka gooy oo baas jidka gooyt madu may suubiday dambe gali misaajide walaysan jidkan ka dhisaasanna may malee in la jeedidi maya tan misaajidka may dumii karo saasaraadiyahe jidkan mar siyaasan oo bisgalad ka dhisin yiway waa misaajidki wal ku baray jidkan may ogaada sanaanti misaajide ata deg gobolku laka dhisay misaajidyaal wiin beledeedii laka dhisay oo baydhowun hayno ana seedi hataa kulli jida laka gooy may kumidaa misaajidku birdaan jiditeedii dhiniyaaya ayaa laka gooy diisora kumid ah jidkii dhinijay mara ayaa laka gooy ilaahay dhulku intu dhamba dhigay masaajidka intu dhulkiyay a fayleeyay oo jidlahan marow leeyay lanka tukidaay meel han marow banlaa inaad jidtaga goyt way waha sadaqada wala geliyay masaajidka may faday dadka kubaha meel maran oo ha ka galan oo ka dareeran yaan baahanya oo mayle raayuse firaaqee laka dhagado may kale la suubiyay lanka masaajidka dhungiyay masaajidka ka dhise minaarada jidka ka dhisay atan minaarad may jidkan ka dhista maay masaajidka meela ka dhistay walaajiy madoor ka talagali ko kale mayna suubiyay bay dhowki ala masaajida la dhisa wal dhammaay dhulki muskulo jidki laka dhisa ko kale wal dhisay masaajidkii la dhisay meelili kweysay sidaaya jidki laka dhisa intaas dhonba mukhaalifu walay mukhaalifu ay kudawaayaan madugeeg masaajid una dhon ini dhisnoon fale isma badanani yaal masaajida la dhisa laakiin may ku dardaarmay masaajidka meel aad injeeli dhulka ka dhisa jiditeen ka dhisto lanki dhul booma fado arlaado may suubiyay masaajidko yarna meela ka dhisa dugsigoona jidka ka dhisa dugsi masaajid mayn boobo meel oo yoonlaayn dugsi masaajid dhulka adalata faydela ka dhisa marka taasee may waa walaahi shaqadii ataha ee jiditeeda jubiyaay maamulka ay gobolii degmoka shaqeeyan dhibka korku oya ku hadlaaya
meel ba qaldan masaajidka yaa meel ba qaldan fasayn weelay masaajid madal la sawayka tal galay meel li gooysay islaay meel musqulooyay hay wali hayr wal wali kal wal ku tuguday in islaahado la fada iska walaaji iska iska meel raay habaysanaada dad injineer heen weeray hadii aad masaajid haafad ka dhisaas hadii meel beled ka dhisaas meel fada saaday masaajid oo baad dhisaas dadka la talo injineer la talo sidii ka fay leelanka ka tuguduuna meel raay us meel faraagale haajaab ee kal fuulisi oo weysiri ka fay la tii ilaa laakiin masaajid aan tan dhisaay musqulo jidka ka dhisaay jidka kiiray masaajid ka diriyay may waayeyada aad ay ugu ilaaliyo marka ay la qaadano in aan iyo mooy walada in sheego ay in sheego weeyad wal fayl soo sunay aan jeed masaajid ka meelada jeed la ku kuma ilaanka fayl ka dhisnay an gadnay hoob isma meelada doon laay no masaajid fadana ko leeyeen gabay oo dhay ay la dhisnay jeedta ay la dhisnay meelo muqaalafada eedana ma sintii wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ragano wali hore weyna roge engineer yusuf arroga hadii la heero engineer yusuf aan weere si kalmada engineer arradi usa insha Allah aan arradi la heero ni safar jaran ani wakiil ku ah eeda maan sinin gudigi masajidku holis wadi oo intuuna dhismadan wadniyoona maamulki oo masajidku gudaha wadan wada shaqeyntii uu kulahay sifaylan in la shaqeeyo dadweynaha iyo haababu laayeen dhismadani lowadi dhammaan dadkii walku deersii shaqadun eedan gamaad nagaana dadkumadu wada shaqeeyo waxyaalo badan la iskaga goobada koro may codsadaane intii shaqadan tiin wadnina dhibsaday nacafiyan aynas quraalaadoy farsamada ma goosay walaal iskaga goobada koro lana siyan arga lana siyan arga dibna ma jarna laakiin ma ila iskulaa hoo jaran marka eeda ma sanin gudigi oo inta aan marta qaaday aan nasrumi golay masaajid uu culimi lahayd tii hadal kun maadaama dhismada ay leeyahay hadalni marka eeda ma sanin salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh jidan yusu eeda ma hadsin eeda aan ka qaaday eedan kama hadiyana iqwaani way ka hijiyaan sheekh martida kumada sheekh abdurrahman ali diriye kalmada ka habboon soo saaray radiyil haera sheekh abdurrahman tafadhal كفى وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث من بنى بيتا لله بنى الله له بيتا في الجنه الهكم هذه لله سبحانه وتعالى انت اهل واه الا السلام ودن ايان سلامينا نقضد كلا waxaan buu xubey ka xasuusiyaa guri ilaahay la dhisay muxuu ku xasuusinayaa suuqa guriya laga dhisaa ganacsi loo dhisaa way kala waawayn guriga gurigu ka weyn yahay waxa ku tusayaa alaab alaabaha meelaha ay halka qaalisan in meesha lagu gadayo laga helayo aad u soo doonaysaa masajidana naftirkeedu mandarkiisii kala sitaan gurigan wuxuu ku magacaabayaa guri Ilaahay muxuu ku xasuusinayaa Ilaahay ku xasuusinaysa cid iimaanay samaxay tahay al masjid bayt kullu taqiyin ninkasto Ilaahay ka cabsanaayo gurigiisa weeyaan asbaabata suuqna asbaaba ku amiran asbaabta suuqa iyo asbaabta halkaana laba macne kale leeyihiin waxa la yiri lil asbaab وجه واحد وللايمان والعمل الصالح وجهان اسباب تسوقه الهل وجهه لذا والسنه الهي سنهي بلن قادنا ما يسد ان يكون نقطه وادعه كرتا ادو ددالي ان يكون نقطه وادعه كرتا اما ايمان وعمل صالح لما وجهان لو وجهه لين هرت بلن قاده هيستان حدنا الهي سبحانه وتعالى وقفك او ضمان قاديا ادونكيسان يا اخره لو maxaa u horeeya qofku wuxuu ku gaar waay iimaanka iimaana u horeey ilaahay wuxuu ballan qaad ku bixiya adduunkaana lagu badbaadiyo aakhirana lagu badbaadiyo nabi ilaahay ibraahim way ka hor yimaadeen waxba ku dulin sameeyaan markaas uu hanjabeen ay leeyeen ilaahaydan markuu jijabiye waxyaalahoodii ay ilaadeen waa ku dhiboonaysa waa ugu hanjabeen asaguna waa u hanjaba asagana
wuxuu yidhi markaad ii hanjabaysaan waxaan wa kayfa akhaafu maa ashraktum seen uga cabsoonay waxaan adinku ilaahay ugu shirki yeelaysaan walaa takhaafuuna annakum ashraktum billaah adinkana aadna cabsoonin inaa ilaahay u shirki yeelaysaan fa ayu lfariiqayni axaqu bilamni yaa amniga u xaq leh labadaas ilaahay ka jawaabay subxaana wa tacaala yacnii labadaas qolada amniga u xaq leh alladiina aamanuu walam yalbisuu iimaanahum bidulmin ulaa'ika lahum alamnu wahum muhtaduun ilaah wuxuu leeyay dadka iimaanka laga helay iimaankooda barax aan ku samaynin dadkaasaa amni u xaq leh iimaanka amniyaa lagu helaa arsaaqaa lagu helaa waxaa lagu helaa nolol wanaagsanaa lagu helaa man camila saalixan min dakarin aw untha wahuwa mu'minun falanuxyiyannahu xayaatan tayiba aa lagu helaa waxaa lagu helaa sidoo kale yacnii maxaa ka mid iimaankii camalkii saalixa salaaddaa ka mid ah masaajidkii iimaana ka heshay haddana salaaddaadiyaa ku qubowaysay jamac jamaacadiya ku tukatay haddana qur-aanaa ku akhrisatay nebi sala allahu alayi slam wuxuu ka sheekeeyey aa yacjizu axadukum an yaqduwa ilaa butxaan aw ilaa caqiiq faya'tiya binnaaqatayni kowmaaweyni bigayri ithmin walaa qaticati raximin axadkiin ma ka caajisiya inuu aado meeshaa baqiic ama butxaan oo laba halaad kursa waaweyn soo qaato asoon dembina ku gelin qaraabana ku goyn xidheen bal waa wada kullanaanu kullanaanu xibu waa wada jecelna yidhaahdeen markaasa nabigu uu sheegay sala allahu alayi slam afalaa yaqduu axadukum ila almasjidi fayatacallama aayatayni min kitaabi illaah oo yaqra aayatayni min kitaabi illaahi khayru lahu min naaqatayni wa thalaathatun khayru min thalaatha wa arbacun khayru min arbac wa min idcadihinna min alibil yacni intaad akhriso oo geela kursi waaweyn waa kaaga khayr badan tahay qur-aankiiyaad maraysaa ilaahaad ku xustay xuskii ilaahay masaajidka laga helaa nebigu sala allahu alayi slam wuxuu ka sheekeeyey yacni zamankii nebiga waxaa ah kaana akhawaani calaa cahdi nebiyi sala allahu alayi wasalam laba ninoo walaalo ah waaxid kaana yaxtarif mid wuxuu ahaa suuqu ka soo shaqaysan jiray waalaakhir yaati ila nebiyi sala allahu alayi wasalam ka kale nebigu u imaan jiray fashaka almuxtarifu ya liakhiihi ila nebiyi sala allahu alayi wasalam kii muxtarifka ahaa ayaa ka soo sheegtay walaalkii nebigu uga soo dacwoonayaa muxuu leeyahay ninkan aniga ugu tiirsayn hayla shaqaysto nebigu sala allahu alayi wasalam wuxuu yidhi yacni waxaad dab ku tahay an lacallaka turzaqu bihi asagaaba lagugu irsaaqaaba dhab waxaa asagaga lagugu irsaaqa ninka masaajidka imaanaya ilaahay xiskiisa ku badinaya arsaaqda waxay u imaanaysaa dadka qaraabadiisa xataa ataa lagu risaaqaya laakiin mushkiladu maxay tahay waxaas oo dhammaata maogin waxaan u malaynaa masaajidka haddaan nimaadno waa nalaga badsa waa nala dhacaan u malayna masaajid masaajiduu ka sitaa hadda masaajidkan markaa aragto maharadaha waaweynka alaabta lagu doonanayo kadaalika masaajidkan nooca iyadaan u dhisan ninka dhisay waxaa ku kallifay horta waa iimaan haddana markaa timaado adigiina waad dubaaniin ay ka helaysaa inaadan zacsacisaas ku gelin inaan ka qaadano waxaa kaloo iyadana meesha ku jirta bini aadamkan qiimahooda adduun iyo qiimahooda aakhiraba ilaahay diintaasuu geliy masaajiddu waxay ka turjumayaan ilaahay ku xasuusinaya tabaaraka watacaala yani qof markaa masaajidka aragto ilaahay isbadi ku xasuusanaysaa ilaahay tabaaraka watacaala diintaas ayuu u keenay dadku adduunna ku liibaanan aakhirana ku liibaanan diintuna waa ku dhaqan iyo ka shaqayn inaad ku dhaqanto ahluddiin noqoto oo dadku kugu idlaaqaan ninkaas waa nin ahluddiina iimaankaaga salaadaada dhowrsigaaga dad ixtiraamkaaga ahluddiin inaad noqoto haddana diinta aad ka shaqayso nin walbo adduunka joogan ummaddii nebi maxameda xilaa saaran inuu diinta ka shaqeeyo cid kaa reebi karta male ilaaha kuu doortay qof kaa reebi kara male ama xil hay adduun ama xil ahayn maskiin ahaw taajir ahaw qof walba xilaa saaran diineed ilaahana ku weydiin doona asaana kuu diray inaan dhammaanteen masaajidkan aan ku xasuusanno xil diineed aniga inaan ilaahay caabudo haddana dadka ilaahay inay caabudaan aan u jooga adduunka markaa dhibanna taasaa nala weydiinaya arrinka inaan go'aansano diyaar muunna insha allah allahna waafajiyo sheekh cabdiraxmaan karamo insha allah nagu anfaco ikhwaani martida dhankii inka dambooyaan weere guddoomiyaha ganacsatada magaalada boosaaso xuseen macalin maxamed yallana kelamadatiyada ha ku qayb qaaday wayna ku codsadaan kelamooyinkan ilaa ha ka koobo waqtiin nahaayo barak allahu fiikum xuseen macalin maxamed soo dhowo barak allahu fiikum
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دمان مرت شرفتا والمعودين كا كان عستدا دمان مرت شرفتا حبيبلي حفلة أمور خبلان مرلماني مسداد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سلام جديد. أولا ويبا محبقاري أنا قانا هديونا أنا كان عستدي قول كباري وصاصو قدقي رنتي مساعد كان وقتك ليي مسكنك ليي وقتنا كبير ويبا لنا جزاكم الله خير وزال دمان دادكي مساعد كان رنتي حقيقة لدي انتا تدمتي انتنو الله إلهي سبحانه وتعالى ويبا كباريانا توبانا هني إلهي بدلشو والخير قبل بدله أنت دمت إلى إنارسة ولا ليال وبسلام سيمسدة دمان كان أستدي ولا لوجين أولادين هيلكين قرابدين هالبوساسو رنتي كان أستد بدن قد كان مساعد كان إيدي نقيب قادم اسم سيسيو ولا شيء كان نقيب قادم ولا بدن أخر نقيب قادم دمان تيو جيك فرحة قارن حتى بره بشر نقيب قادم لسوهم فلدان غروخ بدان او جيجيو كون تيم سات عربت لغفري اون جيجا افرينا الحمد لله الى سبحانه وتعالى ما هذا ولا ليال رنتي او ماده هذا لي ولي كابونايتي او كلمه انا او ماده جيديا ودا كداسداي اني دي انتي لا شيغاي او مسايد كان دات كلان ليس دان يرادا جيل كان ماده كره هي رنتي اني مسكان دك شقيسيا مسكان رنتي ساتيو لوكوجيا تايد نغلا ديسي مارا لكبي أغلى لكيل أغنى لكلي أتكاسي هو يون إني مساعد كحفظان دريالان دغان لكبيان هدون أنا كان أستدي قول كباري دمان ما مرتي يو كان أستدي قول كباي غرام باي دبا ويبا ديارة لنا إنونا قرب سرنا برنامج كستو خيرا لكيب قال الله إنونا قرب كان قرب سرنا هدي إلهي إلما مرلما هدي مسداد ويبا سلام سيم شده اسمي دي ملاقيا دي deegan ka gudeen oo yoona runti salaangaar ah indiraayeen maamulka iyo maamulka iyo maamulka gobolka iyo gudiga saaxiibka salaam aan mar yahay yoona indiraayeen salaam soo gudoomo assalaamu alaykum warahmatullahi taala wabarakatuh waqtiga jira daraadiye inta uu gabeeyay assalaamu alaykum warahmatullahi taala wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh ikhwani way gudiga doonaa gudiga ee saaxiibka carabta yaa warbixin la sii doona gudiga way in ka horeeyo oo in kalmadan horeeyta qaadaday شيخ إبراهيم معلمودي إن علي شيخ إبراهيم حلواو إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد إخوة الأعزاء وقت وآذو أفقاذي أولاً محارفة إن سوكو كوبو أني أكوها اللي مقع قديقة باسمها مسجد الدبقينك وعن هل كان مركه ولي المهد قمان تدعن وجيدنا يا إلهي سبحانه وتعالى إن سوكو هرسيي حفلة دان مانتا إن جوغنوه قيمك بضن حوشي قيمك بضن إذا مدسو سعتينا سوالا سنوز وختمين ثم مركه الله بحان ومهد علينا يا طمان عيد كاستا او كقيب قادتي مساجد كان اباب الكيسة باسمه سا وحان مركا غوري ان ربا انان سيقار ما هذا وعليو اشخاص كوبان او لفضبر او حوشان ماشا مانت ان كوبنا ندين او قيمي قبضان ولا ليال ساد اكتهين مساجد كان مركيسي غوري وحوها مساجد عب الكيسو كان كيريهي لكن مساحتان ما انت فرح بدل ما انا اركي انه محاسوب تقريب عبد الله ولكن انا كان عسد الشيخ ابراهيم عبد الله ومساجد كان قدر يقول قيمه بدل او قري وبينها ويسقى لي هي شيخ الله دعيه مركا اللبات انا عسدت هذا كاركا هو شان اسوح لساري مساجد كان بالله ويسي دتكي قاران كان كل الله وحي هاين أنا عسى تذا مقالة بيدابو كواسو يعني آنو كلاهرين هدوية هاي كان عسى بلاران إيو هدوية هاي كان عسى يرفا أيقو لن جيبكو دا قعنتا قريي
dhiirageliyey inaas una gaarsiiyey cid waliba oo masaajidkaas muuqaalkiisa aragto inay gacan ka geysato. Sidoo kale waxaan rabaa inaan u mahadceliyo ganacsade xaaji maxamed siciid ducaale, guddoomiyaha ama milkiilaha shirkadda dahabshiil gruub oo masaajidkan mar xaaladiisa adkaatay kaalmo weyn oo ilaahay ogyahay gacan ah ka geystay. Sidoo kale waxaan rabaa inaan halkaa ka xuso xaaji axmed nuur jimcaale, guddoomiyaha shirkadda hormuud ama hormuud gruub oo isna sidoo kale markii masaajidkan xaaladiisa adkaatay oo xilliga uu xoogaa yar markaa u safarnay aan u tagnay guddigii halkaa ka baxay soo karaameeyey. Sidoo kale waxaan rabaa inaan u mahadceliyo shirkadda dhismaha Alburuuj, taasoo aad u jeedaan wax allaale wixii mutuleel oo idiin muuqda iyo waxa idinka qarsan masaajidka saaran lacag la'aan bixisay. Sidoo kale waxaan rabaa halkaa inaan ka xuso injineeradii Arlaadii oo runtii xooggooda iyo maskaxdooda iyo jeebkooda masaajidka inuu taabagalo isugu daray. Walaalayaal, sidoo kale waxaan xusid mudan jaaliyadda Australia, gaar ahaan magaalada Melbourne oo runtii masaajidkan hadda ka hor si ilaahay ogyahay oo yacnii hufnaan ay ku jirto iyo helnimo kaalintooda uga gudday. Ugu dambeyn, ma wada tirin karo, waxaan rabaa inaan ku soo gunaanigo jaaliyadda reer Nairobi oo hogaaminayo Sheekh Mukhtar oo taqaanaan wuxuu ka mid ahay raggii masaajidkan u kacay. Sidoo kale waxaa xusid mudan dhammaan nin waliba oo baydhabo ku nool, hadday ahaan lahaayeen dumar, dhallinyaro, ganacsato, culimmo, nin waliba runtii waxaan leenahay anigoo ku hadlaya magaca guddiga, kaalintii ay mudnaayeen waa galeen oo waa guteen. Sidoo kale waxaan rabaa inaan halkan duco ugu diro muddadii hawshan ay socotay guddiga masjidka waxaa ka geeriyooday xubin guddiga ka mid ah xaaji Cabdulqaadir Sujaac Cabdalla, Allah u naxariisto. Runtii asagoo camal khayr badan ku jira ayuu Ilaahay oorsaday. Sidoo kale Sheekh Aadan Tawfiiq oo isla masaajidkan mar kasta u hadli jiray wuxuu ka mid yahay hawsha runtii socotay raggii geeriyooday. Ugu dambeyn, walaalayaal, waxaan dareemayaa farxad aad u fara badan. Waxaan rabaa inaan ku soo gebagabeeyo maadaama masaajidkii jaamaca baydhabo la dhisay, masaajidkii dabaqaynka baydhabana la dhisay, ganacsatada iyo ahlu khayrka waxaan u sheegaynaa khayrka ma dhammaado. Waxaa jira tuulooyin fara badan oo deegaanadan ku hareeraysan oo masaajid dhisaya oo hawlo khayraha ku jira oo u baahan magaalada ugu weyn ee gobolladan Baay Bagool, maadaama baydhabo ay tahay in yacni gacan loo geysto. Waxaan rajaynaynaa khayrka in la daaimo oona laga warqabo. كلمتي ذلك أسان قصو كوميا وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. إبراهيم ودي إن إلى ما سيا خير الله سيا كلمة أستيما بدن له إن وحبين بديجا مساعد عرب تكمل هواية ساس أو كلا إن حبين أو بديجا مساعد جامع كمل يا هاي ويبا هذا هواية شعب سلام شيخ علي oo guddiga guddiga masaajidka carabta guud ahaan ee gaar ahaan Sheekh Cabdisalaam Weyb waa lanka mudiirka agaasimaha masaajidka carabta hati gaar ahaan la magacaabiyo oo si gaar mas-uuliyadda gaar masaajidka hoose ka dhigi doonta haddii ilaahay erra. Marka Sheekh Cabdisalaam soo dhawo, barakallahu fiik. Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Alxamdu lilaahi rabbil caalamiin وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دمان برشدة غير بيدبو أن غرسوا غير شيء حفلة آتك وقيمة بغلة وحق السلام يا سلامة إسلامك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام كذب مساجدك عربك ما أنت وحن متاغلنا هاي حفلة دي فريتانكيز مركا meesha uu ka soo bilowday waa isla ogeyn. Maanta meesha uu marayna waa arkayna. Intaasna dad aad u khayr badan oo wanaag badan ayaa u soo dhabar adeegay oo ugu horreeyaan guddiga masaajidka oo leenahay ilaahay subxaana wa tacaala inta dhimatana allah u naxariisto inta noolna ilaahay ha barakeeyo. Hadda la'aantood
وروحاً يا شرفتاً يا قيمان مسؤول تقل إلهي إلهي سبحانه وتعالى بمهاتس كلام مرقول علي المساجد كي وهذا ركتام مساجد آذو بأحدوه يموية إلهي فضل قيسى صدح طبق هو اللي قلته كني وعليه مساجدكو مكتبضوا لي هاي مكتبض رجع علوم بضل إن شاء الله ولا كين دونه وعقلوا مساجد كلية هاي هوانك قيب قارة هوانك قيب قارة حفيزكو ذي باي إليهين ماشي وحكبر العين باديارة إذنا وحيارة مساجدك إن شاء الله ولاية مساجدك وحكولة قيب نظافة ومسخولة وهذا ركتين كنتي مسخولة هذه أدبع حدوين تقريبا أفرت المسخولات وهذه من تقيبت المسخولة على أورو تلقري رجع وحيارة مساجدك ولاية سوفر دي هذا مرك إن شاء الله شعبك فير بيدبو مساجدك ما يدينك هزكلا إلهي سبحانه وتعالى يدك ويدن ويدين إياه ما أنت لقى بلابه وحد يارو عبادتي إنه قلته إن إلهي سبحانه وتعالى اللي قلته هذا أفضل ما نحل باك سارة أفضل ما إيمانا حل باك سارة ما دام المساجد كمر قرر اسمه كتري حتى وحاوت يارسي هاي إنه كل شدا صعد ويو لنا أول با وحاك بك الله بعين هاي أفضل ما كان انتي سوقاته دقالي سيدي بالله هو بعين هاي مساجدك دقال الآن مسعون هاي مساجدك وانتي ولاي هاي أما تكامه ولاي هاي وقارة ودقالة يكسو قري سمنها مسخولة هاس وبلشدة إمارة ميش أكل يخلي همسلين وعبالك يلي كرا مركو عربنا إن شاء الله ودي لاي قدروا إن قفل بو كفروا كفي كيرو كان انت وكقال الله مساجدك مساجدك خير الله سي أرلاضي يا قاعد يسي قرحي يا قاب كم هو بيسي بقول كسرنا سوسة هذا هدي لاي النفط والنود عيون هدي وحوي المساجد سيس عندهم وين أو يا كبر ما هدي لاي قدره قاب عصب يقول بيسي هاي بقى برشوده وعلينا إن شاء الله حلقة قريب قاتو مساجدك إنه سيس عندهم قفل بقول هيل كره مر ورب إنه خطر صدا هاي سكته تنقل برارو جدا ولا كشيء ولا يبغى لقبا ما دام المساجد كان هذا من عرض النص عن تنادي من مساجد كلا دكوا إمر والبهو يمنا يعني تروين كإلا المجال دي بقى ماشي لا ليمن ليمن إيه ماشي واحد لقى لو المجال ده يدنا على كلامي قالوا المهم لقي ما دون تراد مساجد دي ده مساجد كلا قال لي مرتي كلا هذا شوكته مساجد كلا يدنا هو شوكته مرك على صوت ده ويا دكوا على كلامي قفل بنا هار مصوت وحلينا هاي هذه هاد بني دكمال علينا هنا نص هذا مساجد إن شاء الله هو ينفرني هاي وعن هذا قوم هذا علني عبادة صحافدة وما أنت قادتي دور جاي الله وعلينا جزاكم الله خير عمل هذا إنسان عمل بركة إذا كان الله يذكركم هذه هاد بعض ما سنتين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما تعرف دي بنو كنا dalkum wali haye badal diinta la way diisaday wa bi qasatan din quraanka kariimka la way diisaday wali hadan nasim wadnay ba in masajid in ka asri yeesnaay un ka dhisna oo masajid farabadan oo hadan la dhisi lokadeedi maranay masajideed la ka dhisi baydhabo an ka hore masajidki jaamacul kabiir ee madinada baydhaba oo runtii meel badan oo dalku kumid ee oo hatta dhinigaas bariga ee leeray sidii reer baydhaban dhisay masajid oo kala dhisnaan walib waha en ololinka hi oo masajid la ka dhisoo guud ahaan gobolka bay iyo goboleed deriska dhila ah taas walib waha walib iskuule baan reer baydhabo iyo iskuule reer baydhaban walib waha dad aan muuqadaan dad diyaar ah in maarne diinta ilaahay koon qaadan oo xoolajo maskaxdiyo iyo maalsho iyo maarne in kibiyan runtii walib waha masajidku walinka hayba gudde oo hoggaamiyo asheekh محمود عبد الباري رنتي كمدة علماء الصومالية تذكرن كوين وبخاصة علماء كوفر قلبت والد وياه وليش فضائني عن رنتي يسون ما هاد جود معنا إنجادي شيخنا الشيخ إبراهيم عبد الله علي وجيت نصورة قلفتنا مساعدكم وروح دخل لا إني ومدرسنا سوتوا مساجد كدولكم سقاب هذا يرى هاي ولك الدار يبقى قريجة وصدقنا يا مرنا أولاد صدقنا يا كدار إلهي أجرش مع الانتقيام الله سبحانه وتعالى هو سرني إلهي ميزاش إنك كبر
reer bay dhowa masaajideeda dhisnay mana ninku baahanyihin wala ninku baahayaa ba horta inaynu ilaalin nadaafadiyo wala ninku baahayaana inaynu ilaalin nadaamsho wala ninku baahayaaba inaynu ilaalin kala dambeytiyo annagana war masaajidka baytullaahi waa adaygo adigoo higde sababtoo ah waliba wal kasto maamulna la hayna wal kasto kala dambeyn la hayna mas-uulka galaya inuu sii jiraan saadaayte inta mikrofoonka ku sheegay sheekh Aweys Cabdullaahi Cali lankuu islaahay aan wali ka tukaday masaajid hiblow sababtu san ka tukadayna hayti nadaafadda iyo dhaharada masaajidkaas masaajidku argaay tan geeg saddex dabaq oo san aan dilalahay in macnaha horta nadaafad iyo guud ahaan ilaalino dadka macnaha culimada ku bilaabo doono duruusta masaajidku in xiltiya walaan aqli ayaan in sheegan inay ilaaliyaan masaajidda nadaafshay talamaad walida dhiblaka qabeeba masaajidde wala dhiblaka qabeeba dadka macnaha masaajidde ka cibaadaysadow wala argaasaba awaamirti lisi oo kumidata in masaajid gudaaja kaba lahan la galna tiirisha kaba lan dhigna lankastuusa haqaada bacusa kabooje kirida inay dadki wiliinka baraarugna argaasa lankabooje oo quuyin oousa dhiiqadii hakardago tiirka oosan bay kow warreer bay dhow ilaalsanay masaajiddu masaajidda nadiife masaajid aada qurux badan masaajid alla subxaanahu watacaala la tacaabudu koryaa dhisanay laakiin nadaafadiya islaalneen wali kale jartaba in la ixtiraamo in la ixtiraamo in la ixtiraamo guddiga masaajidda maamulow adigii shaqeeya hayaan mishaar ma koogaada hayaan shilin ma siiya hayta waqti jo loku yaaba in maasho sii keliya hayaan dadkii nadaafadda masaajidka waday iniyo wal siiya hayaan marka reer bay dhowa si una macnaha aan ka kan ina masaajid dhisana hatan aan ka kanna ini nadaamsha iyo ixtiraamsha una ilaalino war la hadlaykii shaqeeyow la hadlay masaajidkii nadaafiyow la hadlay meel aad ka tukada fadi nadaafidda ka ilaaliyow ini aad macnaha ku horkooyta dhibaad lata marka wali ka nagay ini dadka masaajidda maamulayaan khudamada waa khudamo waa isin khudamo siinayin isin sii shaqeeyahayaan dadkaas inaysan ka kaalmaytaan maaranay sidii hooliyo ugu gudu fadeen hoobo macnaha aad warta in sheegasa ini si ixtiraamna aadan ka sheegda ini wal masaajidku waad intarewla in sheegda ini masaajidku waa dhibo aad ku dhaafta tiidee kale wali kale macnaha muraasadu ku faa'idaysa faday masaajid ini lagu ilaali wal khilaaf eh masaajid ini lagu ilaali wal khilaaf eh lankasta mabda usa aamini wal usi aaminsan laakiin wal umatu khilaafan seedow ini masaajidka lahan la galna manbar shay lahan la galna khadib lahaadii ma ila raayis imaam leh haadii umutun tajamuc je wada jirshe yawm wanaaka jara kaasana macnaha kheer unu ka helaana marka aad mabdada aamusanta hega hadhikooy masaajidka cibaadan kooy umuda tajamuc je ilaali wali kale faday ini aan maasuudu anka tacsiyeeya alsheekh alxaaji cabduqaadir sujaac oo runtii ahaay xubin muhiim ah oo gudiga ku tirsan horeynan ahaay mucaadinka masaajidku haaye usuun maarna aan ducaynayn ilaahay subxaanahu watacaala ini allah subxaa jannaadis firdowse usa geli aan ducaynayn dhammaan inti culimmadan ahayti geeriyooti yoo nan ducaynayn runtii wali lagu yaabay ba ini fursadu marka waliba waa ahaa ini fursadu qof kasta fursadi aan deernay lagu yaaba ini masaajid kale salan dhisay aan wada deernay lagu yaaba marka maalintu runtii ah yoma malxama ini cafis una dhan suubina lis cafiye bani aadameena lankas wala ku dhiye ko waliba waa ahaa lanko walaashe walbun ku haysana wal ku sheege ini lis cafiye wali kale jareeba maama maamooyinka kumid ah oo runtii $9,000 oo shamiinta iyo masaajidka sadaqaysatiya jar yaan hadlan ducaayooy oo dadka maaragna ilaahay subxaanahu watacaala masaajidiis dhisow inta badan qof kasta madiisa salaadiis tukadow aan ducaynayn wali kale fadaana masaajida dhisane maynayn dhiman walinay balidkan araga haytaan balidkan araga haytaan ma doon walin roog waasiyi busalin roog waasiyi ma doon wali badhiiqilin roog waasiyi balidna dajee dhisadee maamulay ku sugnay dowlay ku sugnay una iska tala galneen suuqan madiyahta xagaayada la ku geekaan shalay xagaayada koyti mal gala koro mal suru mu koro dhiiqu masaajid yado rafaadi haya sidinu masaajid feedinu kana sidu fadni sidinu suuqan kana daam sidu fadni sidinu masaajidan rafaadi ka ila sidu fadni insha Allah bi idnillahi kariim dooga wala ka gaba gabayba reer bay dhowa ilaahay siin barakaay
إلهي جنازة سينجي رنتي ولي مثال نغتين أو مدى صوماليا أو جيه سين لدقن ولي بواها تبرتاك تلويا ولي بواها كدسة مساجد دين يو خيركين إن شاء الله هو دوين كدسة دسنان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تعالى وخير شيخ رأي الله عبدكما الجرح كله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حفظ دان ميكا ساب سلطة فرطاق المساجد كالدبقين مساجد كي عربت دبقين هتوش بدل لي سد الدبقى نغتي لكن ميل بدل لمساجد كمراجي مساجد كي عربت لي أروا kasal bi amr da may hisab sunta furtan ki musayid ke arab se may kala hisab sunta farhat ye ki amir ke farah se ni musayid ke furau se may kala hisab sunta mahad ilim allah ya kubri alhamdulillah awwalan wa akhiran alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu sariyat Aiki ini erbai nova. Ia gaya sih lagi masa. Orang awalan, mai badan jadi ini, tapi hafal tak aku beri. Kejalan manusia, sahir dia kabir, masuk dia syam. Allah mengadang, mai Allah mengadang. Fahad dan yang ini lagi sekejap mulut dia May balana jazakumullahu khairan jazak wa indallahi barasan May kala mahnalani lamsi masayid ngal gaam jaysi bin hub yan tikili maska gili dal idibit sur may balana ilahum alkin si barakan umurin si barakan elkin yulatin si barakan Jazul Mayala Indallah Ya Qurasa Laki ilahi masyaitin Isu Subhanahu Allah Baitan lahu fil jannah Aira jaya sana Bul jannat Baikala Muhammad Alay Yudhuli Masyaitka Suru kini Ini ayat yang kita Jais Suru kini Armuli mengait mengait. Kita susun makanan. Ibu negri itu orang jalan. Kita ini ibu mahadik bayi. Kau suruh aku berhenti mencait. Besar firman Allah firman. Jadi mencait berpegang. Sumah sari fungsi orang negri itu. Yang nama makanan. Kita susun makanan. Ya, jazakumullah khairan jazakum. Ila menjenat Orguru mengatakan bukan Kedir korang menghain Ila menjenat Ila menjenat seksi Barak Ila memakin Elki mengatakan umri Ila usai barakat Baik malah nanti tugas Orguru merubah Aku ajis den Barakillah Abulah Wintah tunduh Yang tinggi di den Bayar ugam nanti orang saya sudah kong pun aku yakin ini yang asalnya tak berjalan. Ia adalah kundip, adalah kundip bapak bapak ini sahaja jalan. Al dirham, al dolar, asal kalau tak kembali ini kita dalam jalan. Tersebut, baiklah nak beri perubahan. Insya Allah waktu bawa tu dolar lagi. Tapi masih kami kaya untuk balas ke awal dolar lagi. Baik pada nama Insya Allah Nuri Murud. Bagi wajib bagi fadil tabiat kali. Tadabbur. Allah Azza wa Jalla. Ma'indakum yang fadil wa ma'indallahi baq. Hai ayat yang sangat ini. Amal wa khair ya. Ya, mar, pelan apa kau tu tuan? Untuk tajam berbuih sukar.
لا تسأل الطبيب واسأل الجرح. اصبر وين ما يقال وكسر سلطان. طيب فضعنا أعمال خيرية وسأجدك الجرح وسأجدك تنم درسوه وكذلك سورة درس أخي علي أغل شميل الرأي ورسله ما يلو فضعي من سيدك للمكة ما يكال اللي فضعي بلدك مرد دم طور نيغو بطور نص وسأجده دي تنبيل مرة رويس تنبيهات كانوا مرد دقيقات اللي داري يك بلد إن يبنى السلام بلدك لا بيانشي للسلام جيرياتي للسلام أعمال وخير تبقى ما ينخير بعض الناس وبنا أنفعوا للناس إني أنفع عنا ولا يمكن على المجالات النور أنقر كنا أو أرنا شركات في بعض الدول تيمين تيار تبقى كنا عصبتنا بعض الدول هنا أرنا هودنا هودنا لكن كل شيء بريء في بعض الدول تكيس سلطة في بعض الدول لا هود الله بعض الدول بجاج أنيار بعض dadka shicibka lum furo martay aqoon lum furo dadka ku dhisan dollar la arro dadka bayna jeeda jeer kasta dilla ku arko adiga masajideed iyo masajid kuina yoon bas oo ilaahay uu gii umar nabas oo farbada tahay tan tan iga qorn kaay tan la nigu galiya qorn martay kaan gaami ya nasuro masajide horan musuusta ku bay wa soo bika taas I don't know how to do it, and then in football, well, we will. إِلَهِ مَا رَيْمَ عَيْبَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ أنت باقكين لا يبالس إِلَهَا جِنْ هَذَا بُبَلْهُ وَرُدْوَانُ وَأَبُبْهَرْهُ يَبَاقِكِينَ هَذَا باقي وَرُوا النَّائِسُ وَبْهَايَا لم نصبكم كبهان كبهايا هذا ما يوقف هذا كبهان وليوم هو يارك أنه يكون layab oo barta baraga ah bahaya nolay maran biya may kala ayna jibaha kilay meere wa ma afaqtu min shay huwa yukhlifu hatta ma khalif jo bahalas wal qasiyan anta khalif ki fi al akhirah wa fi al dunya qala li wara lakin tara ma sha Allah okay al quran yufassiru ba'd al ba'd عيد كلامنا يتم من جاب لسنة تيفل وعشرة من ذلك ولهذا الدين بتيلا يتزيد ورانك يندري كل دولة ورانك تكون بلا مه والكفر بعض الله تزيد كلام ما يمكن دعوي من جاب لسنة تيفل وعشرة من ذلك بيك لا عجيب وها عيدي كلا مثل الذين ينفقون أمارهم في سبيل الله كما طري حبة أمك السبع تنعملها في كل سبورة يد الحبة الله يضاعف لمن يشاء ثم تبشرنا لا تضربوا لا صدقية لكاس بوكولين ترك قاضي أرتيه سام بوكي دولار وكي كنا نضام كوكي دولار وكي كنا نضام باي حقيقة سوبنا وما تصدقوا من الله إلا عيد الحقيقة ها قل لي لو مبن تقل قلوها لكم مبن زمان أرنا حقيقة لكي هو البيو خليم جوهره أوكو فربنا انفيروا ضيب البدن ولكو مكين قالوا بيولا ذكوا عيدان بيسك دارتو بالحقيقة من أستطيع ضايقه سبحان الله ربنا كسبان مصدق ما لم يكنوش كان مصدق بل تزيد كل يوم هذه ولا أي أبهاي ستي ولا أي كترم عين بل هل برولو يوم لك سوال إيبو برولو بل حقيقة الوالوان حقيقة مركا تاسمين منها أي تاسمين من قاضو هاي يعطين كركيك من قاضو هاي إني والإيبوك نين فضل وارم بردك من السلام لا بيانشي بالتان عن بعض خيال أول بل حقيقة أجر من أكبر يلا كده هذا رئيس بس هاي جديد بك الوحيد بركة بركة وليانا كدالة إن شاء الله أقابي نسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يهدينا إلى سواء السلام وإياك لا عملنا خالصا مخلصاً لله عملك لا تنسى عملك هذا السوبيات إخلاص أنباي لا تنسى الإخلاص والمتابعة عملك مركز صالحي إني إخلاص وتتوب الله الناس مخلص هذا الفضل خالص لله للخلص متابعة هذا السوبان على الدين
أنيام وأي فرد البر ودل البر المسلمين وأي فقد ما يحبه ويرضى والله ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاك الله خير الجزاء ان اميركا شيخ ابراهيم عبد الله علي الهي غير بدل سي والبدن انت بدي حنتي او ايد مهم اخواني قبل قبل يا مرحينا هل كلمه بعض وين قبل قبل اي دون ايد ان بدوميهانا شيخانا يعني قبل قبل اي دون محمود لكن هل كلمه هريته كلمه اصبح هريته وين لها الامام كمسائل الجامعه شريف حسن ابراهيم يلا كلمه كيفيت شريف كهوايه ما دام مسايك الجامعة وين الإمام سبوعية مسايك أنا أفرح إليها وافجي كلمة دي سجابة من غير بارك الله فيكم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد السلام إلهي سبحانه وتعالى يا مهدوي رسول الله ونحن قابكر ما يفضي كل هذا أنت مكدمن علماء دونك هذا اللي مسؤولين تيوك هذا لهم كل مساجد الجامعة يا إمام شيعي يا بس هو يا الله يسلم بنسي والهذا اللي مدمن بالله ساسترادية كليا ما يفضي إن شاء الله إلهي سبحانه وتعالى ما حدث بدنب إيران المحض نجار دبك أنصر من مساجد تونس بيدس واجي أنصر لدمي إلا دبتوس أنصر لا يهتجيك أرقى هاينا حيرك سمرا هاي فرطان شيء ودهورنا دبك إلهي سبحانه وتعالى عملك إلهي ميزانك حسنات ينسين كدر يلنا والله هم قوابو كورنا أو هذل الله هم قوابو كورنا يا بابتل جزاكم الله خير الجزاء ميقال إفضائي إني أنا محمد ناقا أدتك كقيب قال لي مساجد ونس ميدس حدي ناقا تقناصت عدي ناقا تدتك ديغان عدي ناقا تدتك كلاي أو بنانك ولكن درس دي نفطيو لما أنتين إلهي ميزانك حسنات نسين قدر جزاكم الله خير الجزاء أرنوين أقوبتن أرنوين باهنية أقوبتن مركا ميلنا إني أنا هوي إله سبحانه وتعالى سنبركاي ولا ليا المساجد كي أرجع هاي الاسمي وأنا فرطان شجيت ورونا ما يندم وما دام أز فرطان كلاي فرطان كاتون ورونا إلى ريدس ينادافيس يو دبجلا يلم بهي ولا ضم ما يكون مهم سنة ما دام أز الاسمي هذا ندبجلا كي نادافيس دي أنك مهم سنة نظافة دين هم قاعدين نسكنه قبلنا. دكتور خدمة المساجد قاعدة كهاي. هي تدويني كلا بعد قاعدين نسكنه قبلنا. مقابل كورن ما نحكى معي كورن جد ريشينز متفقين نادو كورن. مركب معي عط السودان وانا أرجع هاي له وانا أرجع النة. هني أنا هاي نسكنه شجع يلا نسكنه قبلنا. مساجد كي أنا ليس هني نسكنه قاعدين نسكنه قبلنا يلا باهي. إنه لقى على كرسي ولا باهي معمرو إنه لم تهربوا إلى لم باهي ما يوالى تد مساجد يوصلوا ماي هو اليوم كهري واحد تدويني هي إنشاء جاي هاي لان تدويني إنشاء جاي هاي هذي أنا هم هذا هو ده وقت سديال كهر كويتر ميل حال مرة أنا هو عند كهر كويتر ولا لي على بشيء لا ت مساجد كي لازمنا نذا في نسي لازمنا ولا له احترامنا أقع عندك هاي وسجسته حوجو إيو مالشو إيو مرجو إيو والضم مسيحة إيو قليهاي يونك إحترامنا وضع إلى رسلنا ونه وضع الله أي أذيب مساجدك أوهيك دي أوكا لما مر رياسة له صحوة رياسة مساجدك ملك أوهيك بسكم بداك أنا مع ذلك تبقى عندك هاي لنك إحترامه لنك دنبوي ترتيبه لنك دنبوي أول لنباه يو مركا خير على السيسي جزاكم الله خيرا سيدا لهم حاضري ساس حاضروا كاس ساس لحاضر درتية أوكلا إني والله مساجد كينا سي قعد ساس نسكله قبضا مساجد كينا ساس نسكله قبضا يا إن شاء الله هو هديدية جزاكم الله خير الجزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إخواني سعد الشهري الشيخ أنا وأنا قبل قبيل دونا وي فضية إني أنا تبقى حصة وأهم جدة مسافة عرفته وي بقى قدومية أها الشيخ محمود الشيخ عبد الباري الشيخ أنا يا قدومية جود مسافة عرفته إن شاء الله تعالى جدة أنا فرق بضية جدة جود إلى فرق بضية وي بقى قدومية وهيجين أها شريف أحمد محمد oo isna ee wala ka saasan iyo gudoomiyey ku xigeen gudii shaqana ibn ah way jiray gudii gudii majoon ha fataabna gudii idaara ah oo misaaliga carruurta maamulaa sida hadii isiga ogdiin ba midalan meel aanu ku roogo misaaliga jaamaca u kala dad ku roogo jira oo maamulaa hoos maamulka hoose caadi la far in fal gala doona insha Allah gudigaas way ku mid ahaa shacab salaan hadaay kalmada sin eri way baa nakiigee Cabdulla Shariif Eela isan gurdaasan way baa kumid ahaa macal Cabdulla Taax Shaah Xasan kumid ah way kumid ahaa Cabdulla Haaji Mad Guura kumid ah way kumid ahaa macal Ibrahim kumid ah macalinka oo isan sabeel xasaasan insha Allah taala way intaas dheer ahaa muadinkii qadiimka ahaayay furaagan saayidkan ahaayay saayidkan khidmayay Sheikh Daud kumid ah إن شاء الله تعالى ذلك وإدارة مساجدك اسمها كل حريرة سانس التوسكة قد قدنا يوم قد بيدونا ولا معلومات مركزة مركة عبد الله شريف إيلاي أوكم قد قاسي يا كلمة درداري حسين قال دون بارك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جيغوا مالي فرحة دواية ويقوا بيرتي لابوري براجي قدور جيب الله وضوي جزاكم الله خير الجزاء تليو دبيد ويك جيب بعدي مساعد كان بيسوي شيء مرة قد أقول مغضب ولا جي وعدة كل اللي شاكن وولد كان الشيخ محمود يعني قط بدونا كل ويبا سفرانا إيمان يتو يعني مساعد كي غير بيد ولا ما تيون اللي لحنا نيا فضانا ندي لغو هذا مساعد ولا جي بروبلم يا مشكل ولا جي أو يعني علده لكارجة سدك لقص بدن حفيز كلهم بويا lay sheega mas walaal caqabad ee horjirna marka musqulooga say Allahu quraan shaqala way buu wal qiyaas leeyo marka waa musaayidkii way basay ka baadna ni lahanaanay tan nadaafadis ni kala dadaalay marka insha Allahu taala hadiis ni lahanaanayna am nadaafadis ni kala dadaalay way buu problem shee badade dibshee badade jazaakumullahu khairal jaza may baaragaas la musaayidka ha galaw waana yaani wal xub soo biyo أما كاس ذاو أما لاجي فذاو أما والأول والرجال الكاين سوبياو أما هندراو يا لارجع مركا ما يلاقي يوصل لجاسي ويبوا مساعد كي أنا يتوس أجر حسنات يوسا سوبس ده عنكلي أديوس بنو كذا أما سكال يعني تبقى كدير نبشي لا تمساعد كاس جام عك كارجلي لقى ولا هو قرات سوبيا كل هذا لازم مركا هو كذا لا مكين كجري كلي ما يدري لا مساعد كي كلي تهزي ويك في كلي marka jazaakumullahu khayran jazaa musaayid fi islahana laysan musaayid kan may baan si sheegana wal if la raawno mabnuu yakee lagee onayto oo sun wala la kabarade wala la taqriisade quraan la taqriisade adkaara la taqriisade wal ku tugde asharaab musaayid dabaqay la maad iyo laga gale lagee onayto talaamide wal barashana kan sida hada la ku wala waan waqti li shalsiye saacadi li shalsiye nidaam li shalsiye oo bilaay kanaal laga مركز لحنا علينا مساعد كان جزاكم الله خير الجزاء ولا كان عبد القادر سجع ولا يتوسينا مساعد كان هني لوجدي وليس وانا نيل بالله كهرن مؤذن كاي مركينا هنا هذه سجينا ويبوا معنا لكون يتوجد يدق مساعدكم حالة سمراء وان تهرو بفضل هاي إلى يتيرس أفسدي قبل شيء واسع الله قولا قرطان الله عفي كتاب شيء بدك الله كسي جنة فردوس الله كبشاري مرك إن شاء الله تعالى جزاكم الله خير إذا ما زلتين تغيب قلبك سنك تغيب قلنا عفلتان وبالله توفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته عبد الله شريف إلى إذا ما سيا إخواني كلمة إنك تدم بويتي أو إنك قيمة بدنايتي وأنا إنك قبل قبل هايتي أنا إنما مرك إلك وإرأي إنتو إرأي أهدي إلى هاي الرشاق أن دعائي دونا قد أهم سائفة أنت لستي إن إلهي أنتو غانا إني إلى هاي بركة ولا مولى دعاية ولا مولى دعاية أنت لمتي ولا كان عبد القادر يسوي عن كهر رية ولا أن دعاية ولا أنا إلى هاي جنة الجنة عن كل شهر رية ولا يسأل بلاوي لما يصير شيء كروبنا
ولكن فيصل حسين زائد او اين حنون سن الى هي ان توغانا ويلنا الله عافيه الله عافيه الله عافيه وي ان انتم ما هدنا غي اذا عدها ان قود اهان ان تلفزيون لها هذينو اما اذا عدها ان عادي هذا ما هدوين ان ليين نيل شقيين من بدايه الى نهايه جيك نسروين مره ويلنا اذا عدو ان هدي انا هل هل ان شيغي ار كل مودا كوبا كره لكن قود اهان ويلها ان اذا عدها نوع بهل هذينو إلى أما هالسين إلى أما هالسين لنا وين أنت بحس فضيع هو يوين مهم نين والد كان أي حاجة بنتو مهريتة فهذا ما أنا فرقيت كهيك فهذا معدي ويلنا إن أي بنتو فهذا معدي أنت يهو قام يا شيخ نور ليرة شيخ نور ليرة شيخ موسى شيخ سيدو ركب له هو يكلف هذا مجرى هو يوي مقلب له رنتي ويلنا مرك إني إلى هاي بركة إلى هاي متوغنا مساجد كسر لسه جامع أنا كارين لحد لا يقو قاضي كلنا جاي كسرون أرجع هاي تنسرون ين ولنا الله بركايا إلهي بركايا وأنت إن أنت إن بحسن فريق الأمور إن أنتوا آيان لأن يرد يقولون لقدي أو إسحاق يوسف من هرية أصحاب تقول ده ما قد أوفر لكن ولنا مساجد كسر أبدا ويوم لك آيان جامع هكبل لاوين الله بركايا أو إسحاق يوسف إيو عيال شيء لأن يرد يس ولنا الله سين بركايا حوجي أو ودين ورقي الله بركايا إن شاء الله تعالى dadka ahlo qeyrka adibada ee dalka roogan weelana alaah si barakaaye injineerada arlaadi walbadana la sheegi abaala an hayna cizi sharaf an hayna weelana sanadin alaah barakaaye intii una hilmaangni intii una leeno hoosbati waxmaan mu kutubna dhamaantii way siinana alaah si barakaaye way kalmadu laha ash-shaykh al-imam al-hafiz al-walid sheikh mahmud sheikh abdul bari in gudoomiyaha gudiga misaaylka carabta إن شاء الله تقانا شيخنا حدوه والله كبركايا كلمة مناسبة كاملة تقلع ومتون لجل دارن مساعد في حالة ديس إن شاء الله خصيب وربحين الله كبركايا بارك الله فيك الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وتتنزل البركات وتعم الخيرات والصلاة والسلام على سيد السادات سيدنا وحبيبنا وقائدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه القادة الهداة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد مايكور مريا سلام حفلة أنت حاضرتي وهدني للروت أم هرني للروتي وكمدة مسؤولية كفر قلبات أو مثله برساب كم قبلك قدوميها قبلك علي ورفيرة هي وزيرك أريمه الدين أوقات وزيرك حقيرك يا قاسميس أهل لبان شريف صالح هي أنت كذلك مثله كذلك مي محط الله رجيد يعني رئيسك أو جم كوفر كالبيت عبد العزيز لفت كرين أو صن إيد إيد أنتاج يرسم مساجد إيو maamulka oo khayriga ah oo ku digan rajulada masjidka maamulaasi ee degayd sanay antaba maylana jazaakumullah khayr may kale mahadballa ramajeediyana reer bayd oo caam ah dalka ha joogto ama dibadda ha joogto runtii may muujiyana wal taariikhi ah adduunka la ka baranay unumay deegi jarnay ama aragi jarnay ee imaad masjidku hay'adda dhisaastay iyo antee meel maalan ka sheenay iyo أنت كالمن لك الشيء خاصة خريطة ورنقاس يا إيدي أت لن يدد إلي مارك مزيدكم ميسين شيئي وصوكو سيحر رأي ولي مزيد كالو جامع الكبير ومزيد بينو انكوين كان لكي لماض لماضو مزيد إن لسان رير بينو قده هروغن أم بنانك هجرك يا أهو قامي آيان قدي أو قناعسة علماء ورقرتة أو فكرتي ويتلدي ومدي آيان إن مساجدنا لما ضبه قيمتهم يقرحون له إن غير بينه ودسدان ما تاريخي أها مركز شبكي يولون كل مجري الدون كبرنا على كتاب الله هو أنا اللي يابناي مقلك إيو بلانتي إيو بغوضي إيو شبابتي إيو علمي عامة مالا شلهرنا إن مزيدكم حوكاس إيو عند داس لقري مركز أمتاس تمامي لنا إله ياسين بركاي جزاكم الله خير الجزاء الله سين بركاي مالكين الله بركاي أولادين الله بركاي أهلكين الله بركاي بصفة خاصة أدي أنا أقول ما يدون كم حد نغاي قدوجي أو أرنتاس كل هو جامعي أو لبر أداجي أو وقت كست مال ما يكفي من له وقته
لانكادي وقت جيبية مالكنا وقت غيرها قدوك أسوها مني مالان عن فكرة أيام هنجيدن أو كناعسن له أو لمن له أخيار مين له قدوك أسمي لنا خير على سيكي جازي ماي مركز حصوص له أو لغل ما مكرنه ملما هل مانتقها قدوك مركي حوله أبوه ير لغاله مزيد يرا أكاون كي والمكجار الأرى إيه أسكنا قد جران أول أرجر هي أبتغى كنتغى كدي لن أرغب خاص دي ولن بيوي ولن بيوي جران قدوك أن هدنا شل أيضا أنت ذلك كل يوم قبل لاشين شد ذا البطنائن أي ما مدون أيضا مدونة إمون حسنه شو إبراهيم عبد الله الخليل جزاه الله خير مزيدكم أغايتن حقايا العريرة هاي جيت كميلا أنك لمن هاي قروس ليوك يالي ما حاسوس ده إن قروكي دونك بحي قروكي جاي أوس لهاي إن كبحي سيب زايدك أنك در أو قروكي الأنكوري زايدك أنك در يصاب العقل السين مع العقبة لنا كرهوك وكذلك للي يا إلهي ترتيس الليبي مارك جزاه الله خير الله بركة لنا كذلك شابراهن دابشين أو اسم قرطان وصنا ما يسوق بيهي أحنا يابلة ذاتك شغالة هو شركة شغيان أم دولة شغيان ذاتك مضاحة ديو إيه ما أهرب كرام خير كاسا كيشاني أم هلوما كيشاني والك قاضي يو إله الصدايان منصب يو يو كرسي جو شابراهن ما يسوق بيهي إنه سنة هرقالي ماذا هذا شركة دهبشيل أو نينجي أو ونويلي بأنك برسن داري أو بغل كن كاشي هكا قادي إذا كمحطة يوصونا خير الهاسية أنت مشارك ويسو قدر نوز عسان كمحطة مغانا كميدة شغل نور أحمد مش أحمد نور جمعالة أو هرمود وصنة ساسوكا لإذا كفية قادي ما يكلم حدوين هذا المدنة شركة أرلاضي أو همين مالان هنجيدة مزيدكم حالت إسان قدك أرقاسين هدير سيام أو مثلا أبان كوري إنجينير محمد إبراهيم جزاه الله خير وجزا الله أعوانه وزملائه تيم في ستيطن أنتو آيان الله بركة الله خير الله إجازي ما يأذي أبان حصو سلامه سيورتي في الشيقي ذاتي قدوم كتر سناي وآخر أمبهن عاج سجاع إيوه أو شيخ توفيق إيوه عاج علي مرقوس أو صنع كمدها يقدوكي مزيد كوين أو جامع وصنع ساسوك الإلهي أمبهن ديرا شيخ مركز تكازد ايدي يانك تو آيانا إلهي أجرجو أبارك إلهي بلن قاضي من بنا مسجدا لله بنا الله بيتا في الجنة له بيتا في الجنة الله حسيو مايكلا ايدي ايدي مدنة همون حسنة مسجد قارب هاي تن مغاشي من أرى مسجد العرب يا دول لتحكي اليوم عافضهم إشاء ما ينبضنا ايديك جي عربا ينبضنا ايان قناعس الليين علم الليين أخيار الليين يا ينبضنا ايان marka dadkaas geega ma taawiye waliyarani kan roob ama awlaadiyo nil roob dadkaas oo aakharani kor baan horta allah na xariis may mudunaa in aan waliyar ka taabado maadaama guduga aan waliyar ka aqoon faylahay arabtu aan ka dhaxjari may aad iyo aad mudunaa in aan ka balaa xus aaji salim naaji salih albaydani ya anka mudun allah laki un dhahan abuurew ana laka balaa wal abdul fatah ولي أرضيد وبزيد ولك برداسي لكه أبو يوسف هاي إلهي بركة رنتي أن خاص أهم بصفة خاصة أبال بيم أن أنك أبو كرنا يا أولية ودنيا أديب أو كمين كفايدوي لك الراد وودي هاي أو الكاس يمن إيجي أن والها برد لك أسد أوكي لما جورا أو إيجي ما نهل ما مو دائما إذا ربي سيكرا جاء لك هل ما ندو عضلة كدرة مزيد كونا جهدو بينا كبين ولدي صوب مزيد كبولوين لكقوضة ما يكره كمدها تكون هيل مامان حاج جنبا حاج جنبا احمد محمد ناجي جنبا اله يا نهريس رنتي قواد مسجد قربدي او اسمديس طبقين كما كده لي مسجد بوغايتن ما هي ميل غوده او جينكت سارن يا فلغان هديرني مركه لمده طبق لي حاج جنبا وسي هوغاني هاي مركه ايد ايدا وسنا ان حسو سدان سعدون هذول روغ اله يا نهريس ما كلام بدون ان ادن حسو سنا حاج محمد مسعد حاج مليلو وايس كزاسان قضياش عربت كميد هاي اخيارت كميد هاي بل ايت ايت دتك انس كهيراي وسن مسجدكم هاي حوق جي وسماي بنا ديري اون وله اروريامي لكن وس حوق جي كدري جري امين مالن حجيدي وسن الهي ان نهر يسلنا ما كان حسوس مدنا شيخ مصطفى احمد او مسجدكم شيخ مصطفى احمد سعيد او امامكم مسجدكم هاي او الى مدبر امر جي انت جري شيخ حسين النخلاني يا كوري
مرك علبة بدل كلك هالرهيدي شاد وجيل ومدرس هاي جري أنت كل ما هنا تنزل تكافح عند هواي هايم وصلنا الله عنا هريس جنازيس كتبني مسجد جامع ما كلا أهل معمنة مؤذنين في مسجدكم هك هالجمع أو كم ده محمد عبيد أو مسجد قبل دي استجناي وصلنا هالجمعي محاي أحمد يا رسالة حكم ده ما كم ده حاج محمد مهيوب يا كم ده صلاة صبح يا مؤذنك هاي عبيد علي لأن الله رأي كم ده كو ما ركرنا أضياء شيء عرب وحافظون دكناي أغلب جوجيك أم كل جو آخر جرا إلهي عن نهريس رحمهم الله رحمة الأبرار اللهم ارحمهم وتغشهم برحمتك وجازهم بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا ومغفرة ورضوانا بارك الله فيكم ممتاز مجانا كباها محمد نقاس في أضوح هذا سيكون قدوة بيننا مزيدكم هرترنتي قدوك خاص كأه ومركفر مامول جيو اسمي دي ساين وقدوك مزيد كي هران ساسا لسان هذا ما يبالو صوبيا قدوك له كفر عومي أو إدارة أه أجازيك مزيد كأه أو سدح بقوبن إلهي بركاي ورسي شيخ الشيخ عبد السلام شريف عبد الله إيوه الأستاذ عبد الفتاح مؤذني كلا جران إمامي يلي جران ما إله أن خلوده إمامي يلا حل إه الله بروي مزايد في جامع الله بروي تاس ميك أقاد سنة كله جين دريا ما سنة لما دون مسجد إن شاء الله لما ينطوط إسلوه يمين لأن لما دون ما إسلوهينا لما دي مركز أو مدينة مقالة بيضاوة أما كفر قلبات الكوبين أو علم بضن هكبتي ولا كبردين حضر كسي والبردين أو مسلم بضن مؤمنين كتوكو دين لأن الله أرواب الدكس لو كي روغي كي مقم مارك لما دون مسجد إنس كهيرين يين مايكو قادسان كتوكو وضو شغين تكتا خوي توكو قادسان تابا برك أما مين أهر انتو فيود لها كقادي إمام يال أو الله كتجابي مسجد قاسل لها كتجابي إمام الأرواب الست صلاة مغرب يو عشاء يو صلاة صبح يا تجاب الله كقاضي صوتي اللي جسدي نغمدي سال اللي جسدي بقاس الشيني ما يكلا تاس تصال سيك أها إيه مسجدكم رسالة دي سكوبين رسالة المسجد أهم شيء خدمة كتاب الله إلهي كتاب شيء إلا خدمة تلاوة وتعلما وتعليما وتفسيرا إلهي كتاب شيء إنك خدمة يا على مسجد تاسنا ساسا إمام يلاه حله لشاني القرآن كله نرجع كدرن كل شيء بنت القرآن كلا يجيل كيروج يكدر يصدقه إن القرآن هذا كدرن أقل بيجو كبويسم لانك خشوا لانهاي كخشوا لانك وسواس كجري وسواس ككبها سأصل لهم بري أي مدرس ما يكره حد ولا أي مدر مدرسين أو محافظين القرآن كحفظ زيادة ذلك سواء أنك أول مريض أنك أول جن أهل بينه غير بينه أبالا نولين أبالا ما يكمل لعوانه لان جوير ikan wiin magalsho balantiyo inuu baab taaliim u furo oo quraanka la baro bayna magrib iyo isha baada salaatil fajr iyo ishraaq in la hadlo doono xalaqaad oo li tasxiix alfaad quraanka la fajr la kasax doono macallimiin ka qayb qaadan doono dad badan oo qoon la qayb qaadan doono antaasa tilmaan linka ay oo reer bayro qabaal ku fadaana oo naxmadii khayrki oo suubiyay oo aan hilmaan may eed muhadmin kala ka jeediyay maalin abdul fatah oo ogtiin wali madiskum kamari oo markii dadka noogan jeefadaan oo noogan jeer nasirunaay ala usin in kishaafay lisaanji iyo jahdi iyo dadal shay walbadan ha kamir dhari an ka dambooy firaash kun hadin iyaal oo masir ka bedsan saddex door ka fadi bilisaanihi usin lisaanji arabdi yakay jabooy eedan ka baxsiyo may kale ma hadbiin kale ka muduna idaacat al hikma oo quraanka idaacad luqfaaf iyo eh oo hadii geeki jarsadu fi dheena in wari ka si dambeey مزيدكم كثير ماس أو مت على ملي والدين ندرسي كور إلى 60 كيلومتر هذا الدراسة هذانا إنك هو اللي يقص درسي بقول خنتم كيلومتر يقص درسي هذانا كم اللي بركة إذا كم عندنا غانو سنة خدمات أو قرآن كي يدين إلى هي خدمة بالذات قرآن كي أنت أستدار مرسي مل بدن قابط علي من بريد كلي إذا عضونا إذا عاد غضو دون تمسمين الخدمة ياس خاصة غير كفر قلبات إذا والبدن خدمة يدون ما هي من هذا مهمة المسجد مهمة المسجد يا إخواني والله أرغب هدفه لي سو خدي للنساء هدفه لي إن لك جرعة صدور لك جرعة صدور لك مال لك كسب اللي يا هدفني شركة كانت لنا صوب شركة الدنيا دور جاي كل الناس المسجد كون دور كيس يوم مهم دي اسمه وها إخراج الناس من الظلمات إلى النور ذات كعامدة إيه والله كبرة كان جاهل كأنا كتعليم كان والقرض وسيم نفيس ذات كبر البرة والله كأن بلاغنا من قوله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه
سنوكا شذا القاضانة نقولك ده لكبرة الفاديس لكبرة تفسير لكبرة ما يسيء هني دونه القرآن كبر العلوم كثيرة مثل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وما تسيت لك أغريه كل أحاديث لك أغريه لك أغري الفقه الإسلامي الفقه الإسلامي وأنك هر هذا دونا فقه الإمام الشافعي مذهب تيار الشافعي فقه الله مريدون مع ذلك اللغوذي عربي ذي الجندون نحو صرف بلاغة والله أرقى ولي إلا بلد كورنا بلد الضوبة أنت أسني هكت تأديك يتربينه يعني الرهاسة مركة ما يدهن قوائنا والله كان الدكتور عبد الله وحمر نيكوين أوه جامعة القرآن حمر كهاي يميني لجيلة ذي وصو وصول أبا المريو هل في الأول بضغة معلميتي والله نبرع ناري إنك أبا القدو كلية القرآن إن بيلون يشاني إن شاء الله يعني إذا هنطوعين وأنا خرطونا مزيد كنا ما كمل هذا دونا قيب هذه هذا مبين يا كمل هذا دونا مارك مزيد كي إنتعسى معلومات يا كمل هذا دونا تام ما يكلك تري أو مهمات المزيد أها دين على الدين ده إنسان مهم أها مزيدكم قلوب من له مدرسة خاصة من له كوه خاصة من له وأن المساجد لله سلم أريوا لان أي نوع مزيد كاسة أصلي لا رأو مجرد مقام عربت ما ينزل مدنى يتحكيلين وريهني خور مرق لكن مدارس أتون في كجرت أو إن شرق يبسماس صوفي يصحو مش على رأو لما ضاسبة لان أنا نتار كاسة مزيد كاسة مزيد كون هردرير كأي ونرانا من الله مزيد كي مفتوح واي لكل الناس لكل الناس لكل مسلم ولكل مؤمن يا مزيد مزيد يا إلهي بنا الأري هو اجتباكم وما جعل عليكم في دين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل إلهي المسلمين عن أرض بقاسك بعض المغيقون ويجي أنا ما إيه إيش معنى هذا اتحاد إصلاح تبليغ صوفي سلف إيش هذا الكلام إخواني هذا ألفها أعداء الإسلام ده الدين الإسلام كالله فضايان انت تكشل تبيان من باب فرق تسد وفضا تكشل جويان لن أرغب عضاوك أنها أبورا سيو مركز ساحظها أنك بحال كله قالوا المسلمة عنا كله قالوا إن شاء الله إيمان عسكة المامانا كله قالوا ما يفضانا عين والبضن خير إلهي فقلوا هذانا مجي آخر السنة أنا لو حسوا صدو إلهي لنو أبا المريو لكن مزيدكم ساعة كفرني لن أرغب لما لن يفضانا عينك ومسد لن لن سلاة كتب كده أسكب بحاو إيوه لن والدد براي والقرض إيه لن والكبر هذا بس سديد أسكوح أو أي طائفة أي مدرسة هكبهاك أنت أصلاً مسجدك أنفرهم أدونا خير الله سيكي جازير بسيبة خاصة من إلى درد عرمي قدوكي أو مسجد كان كهولناي أو نسبدي سيو هونيس بهدوك هذا مسجد بيك نساء سوكا لأمودان ما إلينا أرد أبالكين إلهيك سواسا هذه ما حد سنتين لي سواسا ما حد سنتين ما يسين تري ورسين تراو مجر لن ورسين تراو مجر وذاتك أوليدي هورا يا ميلك ديغي ما يلي أريكي سيدي 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 يلي أريو أري تذكر أوس أخواني أوس عبد كسر أنا إنه ما أري حبيبك ألم والكلام ينبلغ لكن أذكر أمان أرين أمانس لكن ما كنت أفصل فيري كل بدار بنتان والله كان سيدي إلين بنتيسو لما كأ أنا إنه حبيبك إليه أبى الجودة كجرا ما لما نوئه مركدي ونفضاني جدو مزيد كي لسه ما شاء الله تتفيلها كاسنا لسه كنا لسه هو فضاني أجر كان أمانس إلهي مكرم ني دمات هو الهي قصدي والكنساني الهي انجيني منافع الناس والانجيني دينتي الهي الخدمه الانجيني باب كسياني فرجي اي عاجزني اي كلون اي نوديني اي ارنيم وانا ولي تبرتها ويالي بقى دوك يرها الهي انا كوريا ما بيصفه ولي بالسخاء قال ان كل دير داربي افلسين كدوه ولا سين هادوه ولا سين فوقه انا لنهول عام هايو ساسه توجيهين والله هلايم كاسها خربم كان هذا الخربم فلايا والبطل ده كيس كده عامل قدوك ده تيسا كده يكور ترى الناس ما يصير لها صبرة طول قاضي ولا من صبر وغفر إن ذلك من عزم الأمور لكن صبر وطبر أذيك كاسها فائدة آخر هري وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم شيطان ما يفضل إن عملك أنت كرام قرؤوا إذا مدارس هذه من النساء صلاة من الكتب كذا ولهذا الإسلام ولير حلقات لكن مدارس ولا كتاب الجو معاهد منافع الناس اسم تعالى جدت سيدي هذا كنا واجي هل بطن هذا من هل هذا بطن ترك هذا والبلاوي قرب كم الله قال أساي صلاة جدا الموجيا جد وين أنا ما يقعد صلاة هو هذا خير نصوب بكرنا لسانك هذا كتبت بعده لسانك هذا كتبت بعده إذا لم تكن نافعا
فلا تكون ضاراً لن ولتنوه هذه أضم هاين لن ولتبقنا نغطي مركب ما إلينا دل إدوات التفلوغان تتكون وهكي جيداً كوفر كالبيت مع حضب الله رنعسي جيداً هو اللي أنت لهم مكي أكمل أمان هو البضغة خرطان جرت خير الناس أنفعهم للناس تتكسي والله كتاره أما نافع هذه أخيار سي كبيران سي كقرب قلان اسمنا قرب قلان وتعاونوا على البر والتقوى نسأل الله أن يجمعنا على خير وأن يجازينا على خير وأن يجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما تفرقنا من بعد مؤيد المعصومة ولا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اكتب لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا في جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعل الوارث منا وارنا في العدو ثارنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم أضل أعمارنا في طاعتك واستخدمنا في دينك واجعلنا أهلا لذلك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا وارحم موتانا واكفنا ما أهمنا من أمر الدنيا والآخرة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيك. إخواني شيخ محمود الله بركاته ويكن ودن قدموا وجلها ولا كان مع عبد الفتاح شيخ حسن ما ممكن إذا عدا الحكمة مساجد كان رنتي من إنكر كورنا ومن فرعون قيمة بنا ولا كان كرب كانوا هاي الله بركاته يا جزاكم الله خيرا أن هذا البدن مقلو والدين علماء معلمين ذات بدن هذا لي خير الله سنسي هذا الكيمه كقابي انت مسايكم كوقيب قادتي مقل لي بلان لي صغير لي كبير لي أجرك إلهي سبحانه وتعالى مقضي ونين أجرك إلهي سبحانه وتعالى منوقضي إن شاء الله تعالى آيات من ذكر الله الحكيم أنا نيجي ختم الدونة dadka geekeney xidmayay maama bintow maama faamacaday walaalkaana nuur dheere group jo eediyada maatsiin dhammaan intii meel raay muslif sheekh siido intii kala oo meel raay walaal la dhamaay isaga ragaatay dad walaal ay sadaqay sidii biyo la dhamaaw meel dad walaal la aamay biskudka dad walaal ay raay dhaweey sadaqay sidii yoon ajar allah ku si intii bool ka diibti misaayib mu ajar allah ku si insha allah taala intii uu noolna inuu shaqeeyna khayrka horum wadna ya diyaaragayna eediyada maatsiin إن شاء الله تعالى آيات من ذكر الله الحكيم أنا إنك ختمة ولا كان شعب الله يشعر إياك نوايا إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أربك وما يسلم أي إيمان والله ما يبغى أهل الدين ما بنا كذب قالي رال هذا برنامج كقرآن كده كلهم أو ما يبغى إني أقرأه أبوه ما يتجرد iyada waqtigan ee dhariiri ee hal qodob biya may jeelada lahayn tikeena ka darsada dadka walaalaha ee muslimiinta ee oo may buu ganacsatada ee walaalayaal may hajeedi lahayn niyi khaalis ah in ilaahay ku bareena khayrki iyo wanaagi may buu iyo basreen ilaahay subhanahu wa ta'ala fi miisaan hasanati tuwala niyi khaalis ah tuayno takaleena may buu account oo hormarin ah sidii may buu lagu dhawaajiyay la furo oo bulshada dal ee dibid ii may buu dadka dhan bilay wal kridida kadibna accountability sax ilaahado dadka la hanaga may buu hayda fay laa laayti a'uudhu billahi minash shaytanir rajim wa laqad anzalna ilaykum ayatin mubayyinatin wa mathalan minal ladina khalaw قبلكم وموعظة للمتقين الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار يكاد زيتها يضيء
بالناس والله بكل شيء عليم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء صدق الله العظيم.